السلام عليكم أصدقائي. معنا اليوم صديق ورحالة وشاعر وكاتب معروف جدا، له نشاطات كثيرة ومتنوعة. الصديق والشاعر والباحث باسم فرات هو من الأسماء المهمة الإبداعية التي قدمت الكثير من الأعمال الإبداعية، وفضلا عن الكتب والكتب الرحلات خاصة. وهو أيضا مصور فوتوغرافي، غادر العراق مبكرا في أوائل التسعينات وقاد شغفه للسفر بين دول العالم، ووصل إلى أماكن لم غير معهودة. زار هيروشيما، زار دول أمريكا الجنوبية الشمالية، زار جزر كثيرة. لديه كتب حول هذه المناطق، الكتب شيقة جدا في قراءتها، لديه معلومات كثيرة. لكن في النهاية هو دائما كان لديه حلم بأن تتحقق أحلامه فيما يتعلق بالعراق. الصديق والشاعر باسم فرات معكم، سيحدثكم عن واحد من كتب المهمة التي قدمها في الفترة الأخيرة. كتاب أثار الكثير من النقاش وجدل، هذا الكتاب اسمه أو اختيال الهوية. هذا الكتاب تناول قضايا أساسية جدا ومهمة جدا في تاريخ العراق المعاصر والقديم. أيضا تناول موضوع القوميات والإثنيات في العراق، كما تعرفون هذه قضية شغلت الاهتمام الكثيرين، وكان لها دور كبير في أشكال السلطة السياسية في العراق، وكانت هنالك كثير من الخلافات والصراعات بين القوميات والإثنيات الموجودة في العراق. هنالك كما تعرفون غالبية شيعية وسنية وكردية، وهنالك أيضا قوميات أخرى. هنالك كلام عن اليهود العراقيين، هنالك كلام عن آشوريين، عن علاقة هذه القوميات والإثنيات بالدول المجاورة بإيران وسوريا وبقية الدول العربية، من هم العرب في العراق. هذه القضايا كلها طرحها في هذا الكتاب، وكما تعرفون قضية من هذا النوع تثير الكثير من الجدل والنقاش. أترك لكم الصديق والشاعر ضيف اللي شرفنا بهذه القناة اليوم، صديقنا باسم فرات، وأعتقد راح يقدم لنا مادة ثرية جدا ومثيرة للنقاش والجدل كما هو معهود. فأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا لك وشكرا للمتابعين لمتابعي قناتك. أود أول شيء أبدأ بمسألة مهمة للغاية، وهي أن الحكومات الثورية في العراق، ليس في العراق بل في المنطقة، مع الأسف الشديد أساءت إساءة بالغة، يعني حكومات ما بعد الاستقلال أساءت إساءات بالغة للتنوع الجميل الموجود في منطقتنا. والتنوع كما هو معروف حقيقة هو ثراء هائل، التنوع اللغوي والتنوع الديني والتنوع المذهبي. ولم يكتفي فقط تجاهل هذا التنوع، ونحن نعلم كم، وأنت تعلم صديقي في مناهجنا الدراسية، نحن الذين ولدنا في الستينيات وأكيد الذين ولدوا في الخمسينيات وربما قبل ذلك، مناهجنا الدراسية لا تشير إلى شركاء الوطن وشركاء المصير وشركاء الجغرافيا وشركاء التاريخ. الحديث دائما مع الأسف الشديد عن العرب وعن الفتوحات وعن القومية العربية وعن الأبطال اللي يعني مثل قصدي الجماعة العرب في الدول الأخرى مثل عبد الكريم، يعني جمال عبد الناصر، المهدي، ثورة المهدي في السودان، يعني كل هذه الأشياء في المغرب، في ليبيا، عمر المختار غيره. بينما نحن نجهل تماما أخواننا إن كان من ثوارهم من أبطالهم، فضلا عن أدبائهم وكتابهم بل ومنجزهم وما حققوه، ونجهل تاريخهم. ويؤسفني أن أقول إن النخب العراقية العربية أيضا أسهمت ربما أكيد بحسن نية لهذا التنوع، حين أصبحنا نتحدث ونفخر بقراءاتنا للغرب وقراءاتنا للثقافة الغربية، وهذا مهم بكل تأكيد، ولكننا لم نلتفت ولم نخصص وقتا من قراءاتنا التي خصصناه للحياة الثقافية في باريس وفي والأدب الروسي وغير ذلك، بحيث أصبح كثير منا حقيقة لا يعرف فقط، لم يقرأ الكتب فقط، بل بإمكانه أن يحدثك عن الحياة الثقافية والفنية في باريس، بينما لو سألته عن شركاء الوطن فهو لا يعرف شيئا.
فأسئنا أيضا نحن، لكن أقول بحسن نية لإيماني بأن شعراءنا الغالبية العظمى من شعرائنا وأدبائنا وكتابنا هم يتعاطفون ويؤمنون بالتنوع. من هنا بدأت هذه المشكلة وبدأ هذا الاهتمام بالتنوع، وفضلا عن بعض المصطلحات كنت أقرأ بها لأفهم، ولكني في الحقيقة لم أجدها تشفي الغليل، وهي ما هو الفرق بين العرق والإثنية والقومية والأمة وغيرها، فضلا عن ما هو الفرق بين الكتابة والتدوين. وظهرت في الآونة الأخيرة، بدأت أقرأ لا تقولوا الأدب العربي علما، هذا المصطلح موجود في كل الأكاديميات حتى بما في ذلك الأكاديميات الغربية، بل قولوا الأدب المكتوب بالعربية كما هو الحال عندما نتحدث عن الأدب المكتوب بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية. فأول شيء أخذته على عاتقي وأنا وصلت إلى نيوزيلندا سنة 1997، وأول مرة في حياتي أعيش كأقلية قومية ودينية ومذهبية، فكل الذين حولي هم من أحبتنا وشركاء الوطن من المسيحيين الناطقين بالسريانية، وفضلا عن بعض الأخوة من طبعا من الأكراد وبالذات يعني الأكراد تركمان قليلين جدا جدا. وبدأت أطلع على سردياتهم، واكتشفت أن لهؤلاء سرديات ولهؤلاء ألم، وهذا حقهم طبعا، أنهم في بلدهم لا يوجد ذكر لهم في المناهج الدراسية. بدأت أستعير الكتب منهم بالذات وأقرأ، وبدأ اهتمامي بمسألة مهمة اكتشفت أنها لا تشكل همًا عند أغلب مثقفينا ولم ننتبه لها. فنحن نتحدث عن الهجرات العربية إلى العراق، ولكننا غفلنا عن الهجرات غير العربية إلى العراق. والسؤال الذي استفزني وجعلني أبحث هو كيف أن مصادر التاريخ تتحدث عن أن نفوس العراق بغض النظر عن دقة هذا الرقم وصلت إلى 30 مليون نسمة في زمن العباسيين، ثم أصبح العراق مليون نسمة في عام 1800 ميلادية. من هنا بدأ البحث، وساعدني على ذلك ليس العيش في نيوزيلندا فقط، بل هو التجوال والعيش لسنوات طويلة في هيروشيما وفي جنوب شرق آسيا 3 أعوام أيضا، وفي أمريكا الجنوبية 3 أعوام، وفي السودان 6 أعوام. هذه وفضلا عن السفر إلى جميع الدول المجاورة لهذه المناطق، يعني كوريا، وفي لاوس كان أغلب الدول جنوب شرق آسيا اللي هي تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار و ماليزيا وسنغافورة، فضلاً عن جنوب الصين المناطق المحادية ذهبت لها، وأخذت مني وقتاً طويلاً، وعشت مع هذه الإثنيات في الجبال وفي التلال، وشفت الاختلافات الكبيرة بينهم إلى درجة ليس في اللغة وفي الملبس وفي العقيدة، ولا يفصل بينهم آلاف الكيلومترات بل مسافات قصيرة جدا، لأنها مجتمعات شبه مكتفية بذاتها. من هنا بدأت أبحث في هذه الفروقات، وهذا الكتاب حقيقة استغرقني يعني ربع قرن بالتمام والكمال، يعني من عام 1997 إلى 2022 ميلادية. فأول ما انتبهت لأن العراق طبعا الآن شبه منقرضة في العالم، وقد لا تكون هناك عرق، لأن العرق عندما نتحدث عن عرق فنحن نتحدث عن نقاء عرقي، النقاء، وهذا غير موجود في العالم. هذا العرق، حتى أبدأ من البداية أوضح ما كتبته هنا في هذا الكتاب، العرق عندما يختلط إن كان بطريقة سلمية
أو طريقة يعني السلم والعنف، أي الحروب والغزوات أو عبر التزاوج والتجارة. يكتسب ثقافة جديدة، ليست أو ثقافته تكتسب روافد جديدة فيتحول إلى إثنية، لكن هنا تكون الإثنية بنقل في بدايتها عندما يبدأ بالكتابة، ترتقي هذه الإثنية، ثم يبدأ بالتدوين. هذه المدة ما بين البداية بدايات الكتابة إلى مرحلة التدوين هي مرحلة اختلاط واسعة مع مجموعات ثقافية مختلفة أو مجموعات لغوية سكانية أو ما تسميها نسميها إثنيات قوميات أعراق، المهم هي مجموعات لغوية أخرى. واكتشفت أن هذا الشيء حدث مع الجميع، فكلما كان الاختلاط أوسع كلما كان الانفتاح وأكثر والثقافة تتعمق أكثر، وليس بالإنغلاق. ولنا في العصر الإسلامي يعني الزمن بعد في القرن الثامن بالذات، خلينا نقول في القرن الثامن الميلادي والتاسع الميلادي، خير دليل على ذلك. فلأن اختلاط اللغة العربية، ولا أريد أن أقول العرب، اللغة العربية بثقافات أخرى بعمق أكبر، اللي هي الثقافات الموجودة في المنطقة كلها طبعا لا أستثني ثقافة واحدة، جعل منها أن تتطور وتمتص، أنا دائما أقول تمتص رحيق هذه الثقافات لتؤسس إلى لغة أوسع وثقافة جديدة ومختلفة. فعندما تنظر إلى ما قبل عام 630 أو 600 ميلادية وتذهب إلى عام 800 ميلادية فقط خلال 200 سنة، ستكتشف البون الشاسع جدا بين كيف كانت عليه اللغة العربية والناطقين بالعربية وكيف أصبحت في عام 800 ميلادية. هذا التدوين حتى ترتقي الإثنية، طبعا هو لما تحدث عن ارتقاء مو يعني انه تقدم وصارت افضل من الاخرين، ابدا ابدا ابدا، ترى لا فرق بين العرب والانجليز والالمان والفرس والاتراك وبين الاثنيات الجميله والرائعه في جنوب شرق اسيا وفي جبال الانديز وفي الامازون وفي اعماق افريقيا. الكل سواسيه، اللغات كلها جميله، الثقافات كلها رائعة وجميلة، ولا توجد ثقافة تستطيع أن تنتقص من ثقافة أخرى ولا لغة تنتقص من لغة أخرى. بل إنني أؤمن دائما أن هذا الترحال علمني أيضا وهذه القراءات أن أحترم، وبنفس الغيرة إحنا نقول لما تأخذ غيرتك على دينك أو على مذهبك أو على وطنك، أنا صدقا أقولها مع كل الأديان والمذاهب والعقائد واللغات في العالم. أؤمن يعني عندما يساء لبوذي أو يساء لهندوسي أو يساء لأي شخص شبكي يزيدي، غيرتي لا تختلف عن شخص يسيء للعراق أو نقول حتى مدينتي كربلاء وأهلي في كربلاء. فهذه حتى أوضحها، حتى لما أقول ترتقي لا بمعنى الارتقاء أنك أصبحت أكثر تحضرا ومدنية ومن حقك، أبدا لا لا، نقول تمضي قدما، فيصبح هناك تأليف بهذه اللغة. تصبح يجب من شروطها أن يكون هناك مدن. عندما تصبح هذه المجموعة اللغوية لديها عشرات المدن فيها تاريخ، والتاريخ ما لا يقل عن 200 سنة 210 سنوات في حده الأدنى، تصبح هذه المجموعة لغوية. هنا يجب أن نذهب إلى يعني فهم لماذا 210 سنوات. عندما بحثت في العقائد في الثقافات وما هو التراث وما هو التاريخ، اكتشفت هناك مسألة ابتدأت بها بشكل بسيط جدا للغاية، وهو أنك أنت كإنسان تستطيع أن تتحدث عن نفسك بطلاقة، لكن ليس بهذه الطلاقة تتحدث عن أبيك. وعندما تتحدث عن جدك فهو أقل بكثير عما تتحدث فيه عن أبيك، لكن جد أبيك أقل وأقل وأقل وهكذا. لذلك افترضت 7 أجيال
هي الذاكرة الجمعية المكانية الهشة. وكلنا يعلم أننا عندما ننظر إلى المنفلوطي وإلى أحمد الشوقي وإلى سواهم ودوع شعراء ودباء القرن التاسع عشر، نحن لا نتحدث عنهم بوصفهم عرب، لكن مباشرة قصدي يخطر ببالنا هؤلاء مصريين. عندما نتحدث عن الكاظمي والزهاوي والرصافي عراقيين، عندما نتحدث وهكذا عن إلياس أبي شبكة وعن عمر أبو الشوري وعن أبو القاسم الشابي، لكن عندما نذهب قبل هذا التاريخ بمثلا 300 سنة أكثر، أي نتحدث عن أكثر من 420 عاما، نشعر ونحن نتحدث لا يخطر ببالنا إن ابن خلدون هو تونسي. صحيح في السنوات الأخيرة بدأ هذا التركيز، هذا التركيز حقيقة ما كان، لأنه عندما أتحدث يعني أنا كانت عندي علاقات واسعة جدا مع كبار السن من الشعراء والأدباء والكتاب في مدينتي في كربلاء، وغالبيتهم لم يكن من الذين ينشرون. كنت ألاحظ هذه المسألة عندما يتحدثون عن المنفلوطي وشوقي، بينما لا يتحدثون عن ابن خلدون وما سبق ابن خلدون، ابن رشد وغيره وغيره، المكان، أي لا يذكرون المكان. لماذا؟ وصلت إلى قناعة وهو رأي شخصي إن هؤلاء دخلوا في الذاكرة الجمعية المكانية، ذكروا هذا. أما عندما تكون 21 جيلا، أي 630 عاما، أي قبل الحرب العالمية الأولى، نجد إن هذا يعد من الكلاسيكيات ومن التراث. ولماذا؟ لأن أغلب اللغات في العالم، أغلب اللغات لا تمتلك تاريخا تدوينيا ضخما قبل هذا التاريخ بكثير يعني. لكن عندما نذهب إلى 845 عاما قبل الحرب العالمية الأولى، نجد المسألة أقوى وأقوى وأقوى، وكذلك عندما نذهب إلى 1050 سنة قبل الحرب العالمية الأولى. من الملاحظات اللي لاحظتها طبعا هذا أن اللغات أغلبها شفاهية، أغلب الأقوام شفاهية، حتى القرن العاشر الميلادي قسم منهم، حتى القرن الثالث عشر الميلادي معظم لغات العالم ليس بإمكانها الحديث عن تراث تدويني موجود. وهنا يجب أن أذكر مسألة لها علاقة بالفهم القومية والإثنية، هو الكتابة والتدوين. الكتابة هو ما كان، ممكن أقاطعك شوي أستاذ باسم، الآن هو الكتاب هو التباس الهوية، يعني حتى تترتب الأمور في ذهني أنا اختلطت عليه. الآن تقول بأن هناك هويات ملتبسة، والآن بدأت بأن تسلط الضوء على نشأة اللغة العربية. لا أنا أعطيت مثال كاللغة العربية، يعني مثال حتى نعرف بخطوات يعني. هذا مثال، هذا مثال ينطبق على اللغة الفارسية وينطبق على اللغة التركية، ونحن كلنا نعلم أن هذه اللغات أنجبت فطاح الحقيقة من الشعراء والأدباء، يعني أعتقد عمر الخيام شاعر عالمي بامتياز يعني، وجلال الدين الرومي شاعر عالمي بامتياز. لا أنا حسب قراءتي للكتاب أن الكتاب اللي تقول هناك نوع من الالتباس في الهويات، وأنت عدت إلى الماضي وبدأت بالعودة للجذور وأصول الأمور، كيف نشأت اللغة العربية، هل كانت هناك أقوام تتحدث باللغة العربية قبل الإسلام، وهل أن هذا الاختلاط هو هذا القصد يعني؟ فهو هذا يعني، أنا لما أذكر هاي المسألة وأذكر العرب أنموذجا، ما أذكره عن العرب حقيقة ينطبق أيضا على الفرس وعلى الأتراك وعلى غيرهم. طبعا المجموعة اللغوية عندما يصبح فيها مدونات وموسوعات، بمعنى الكلمة موسوعات، ولديها مدن، هذه المدن تنجب شعراء ودباء يكتبون بها، وعلى مدى أجيال وأجيال تتحول إلى قومية. لكن الشيء الذي يجب أن يذكر هنا إن هذا الشيء لا يحدث وأنت تحافظ على نقائك العرقي. فلم يعد عندما أصبحت هناك باللغة العربية مدن، عشرات المدن تكتب باللغة العربية وتستطيع الحديث عن تاريخ مثل بغداد، أي بمعنى أن نتحدث هنا نقول القرن الثاني عشر الميلادي على سبيل المثال. في الحقيقة هؤلاء لم يعودوا عربا بمعناه العرقي، إنما عرب بمعناه الثقافي، لأن أعدادا كبيرة جدا تبنوا اللغة العربية وكتبوا بها، بل هناك من تبنى اللغة العربية حتى في حياته اليومية.
وعندما لاحظت هذا الأمر ينطبق تماماً على اللغة الفارسية، فاللغة الفارسية والتركية أيضاً هناك من كتب بها وهو لا ينتمي إلى عروبتها وتبناها، وأصبح بعد أجيال هم يعني جزء مهم وعضوي من الحضارة الفارسية أو من الثقافة الفارسية يعني حتى تكون أدق. والأمر ينطبق على الثقافة التركية. إحنا المشكلة أين تقع؟ يعني لما أوضح هاي المسألة، إن المسألة ما زال الجميع يريد أن يرى في هؤلاء هم عرقاً. فعندما أنت تتحدث تقول العرب والعرب أو الفرس أو الأتراك، أو إنه الأتراك جاءوا من أواسط آسيا وهم بدو، يعني الأتراك اليوم لا علاقة لهم بالأتراك قبل 1000 سنة، والعرب اليوم لا علاقة لهم بالعرب قبل 1000 سنة، وهكذا الفرس. هذه الثقافات هي نتاج كل هذه الشعوب. ولذلك اللي آلمني شخصياً أقول إن لماذا في مناهجنا الدراسية لا يوجد ذكر لهؤلاء الذين رفضوا الثقافة العربية، وبالذات كما تعلم ويعلم جميع القراء إن مركز الحضارة العربية الإسلامية هو العراق، البصرة وبغداد حقيقة، يعني طبعاً والكوفة وواسط وتكريت والأنبار، يعني يكفي تكريت فخراً إنها أنجبت لنا باحثاً في الفلسفة، ويعد هو المؤسس للغة الفلسفية واشتراح المصطلحات، ألا وهو أبو رائط التكريتي. هذا من أهم ما أنجبته الثقافة العربية، وهو من أهالي تكريت ومسيحي طبعاً. أي سنة هو؟ هذا في العصر العباسي، بدايات يعني قرن أعتقد الثالث الهجري كذا، الرابع الثالث، يعني بداياته. هو رجل إلى مكانته الكبيرة حقيقة، مثل ما يعني مكانته في اشتراح هذه المصطلحات مثل مكانة الفراهيدي. نعم. حقيقة الفراهيدي له يعني في علم الأصوات وفي سبق عصره كثير. فهذا الحس اللي كان بداخلي أريد أوضح، أريد أشوف لماذا يعني حدث هذه الأشياء في مدننا وفي بلداننا عفواً، بحيث صار هذا الالتباس، الناس تتحدث عن العرب، يعني العرب ما زالوا، إحنا تعرف ما زال مصرين على سلاسل الأنساب العربية، ويعيدون أنسابهم إلى قحطان، إلى أسطورين، يعني شخصيتين أسطوريتين هما قحطان وعدنان. وهذا كلام يعني في الحقيقة أنا لا أؤمن به مطلقا. أؤمن أن العرب خليط، مثلهم مثل الفرس، مثلهم مثل الأتراك، أو أن هذه الحضارة العربية الإسلامية ما كان لها أن تقوم لولا بجهود جميع الكفاءات في العالم الإسلامي. يعني ما ممكن تنسى دور الأمازيغ، ولا دور الأقباط، ولا دور الفرس والسريان وغيرها. فالفروقات، تركيزي على الفروقات هو لأني وجدت عدداً كبيراً من الناس عندما يكتب هو لا يميز بين هذه المصطلحات، وهو يصر على وجود كأنما عرق عربي. ومن المفارقات العجيبة اكتشفت إن العرب وأعداء العرب يتفقون على هذا الشيء اللي هو خطأ شنيع، ألا وهو النقاء العرقي. فالعرب يتفقون عليه عبر أكذوبة أسطورة، أو بدقة أسطورة سلاسل النسب العربية، وغير العرب أو الذين يسيئون للعرب أو ينتقدون العرب أو يعترضون على العرب في حديثهم لا يقولون للعرب أنتم أصبحتم ثقافة، لا، يقول لهم أنتم عرب وبدو وجئتم إلى هذه الأراضي. الحقيقة لم يعد شخص جاء إلى هذه الأراضي، لأنني عندما قرأت الهجرات العراقيين بعد الاحتلال المغولي، بعد سقوط بغداد على المغول، حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى، اكتشفت أعداداً هائلة. أقول بلا مبالغة إن الغالبية الكبرى من العراقيين دخلوا العراق بعد سقوط بغداد على يد المغول، الغالبية بكل قومياتهم، إثنياتهم، أعراقهم، مذاهبهم وديانهم. هذه يعني لا أحد يستطيع أن يرى نفسه على الآخر ويقول له أنا هنا قبل آلاف السنين. مسألة على ذكر آلاف السنين هذه أيضا لها إشكال كبير في الهوية، وهذا الالتباس الذي جعله يا أخوان لا يعني أنا أقولها بصريح العبارة، لا توجد مجموعة لغوية اليوم، لغوية عرب، فرس، أتراك، سريان، غيرهم،
لغوية إلها تاريخ يمتد إلى 6000 سنة، يمتد لآلاف السنين قبل الميلاد. لا يوجد، هذه أسطورة. هذه الشعوب اختلفت وتزاوجت، وعدد كبير هجرات، يعني واحدة من أكبر الهجرات، هجرات صارت من غير العرب للعراق ولم تذكر في التاريخ مع الأسف، وهي بديهية أصلا، بديهية. يعني قل لي أنت لذا ما ذكرت في التاريخ، كيف من أين أتيت بها؟ طبعا هناك بعض الإشارات، لكن البديهية فيها ماذا؟ عندما قام الإمام علي بن أبي طالب بجعل الكوفة عاصمة، تحولت الكوفة من هامش إلى مركز، فنزح عدد كبير من المسيحيين واليهود في المناطق الملتهبة، مناطق الحدود بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية، وهؤلاء كانوا يجيدون ما لا يقل عن 3 لغات، العربية والسريانية واليونانية، وبعضهم يجيد اللاتينية، بل وبعضهم يجيد حتى الفارسية، تخيل 5 لغات بعضهم. فهؤلاء كانوا أفضل من خدم الحضارة العربية الإسلامية في بداياتها، وامتلأت بهم الكوفة والبصرة وطبعا حتى دمشق بعد ذلك وغيرها. ولا يعني هذا عدم وجود من نتحدث بهذه اللغة، أرجوك، أنا لا أنكر الوجود السرياني العريق ولا أي وجود، لكن قصدي إحنا ليش اليوم ليش نسحوا؟ كيف؟ ليش نسحوا دولة؟ دولة العمل، الأيدي عاملة، لأنه الموظفين بالدولة هؤلاء أفضل من كيف تقام الدولة وعاصمتها الكوفة، وهي إمبراطورية تمتد إلى أفغانستان وما بعد إيران وأذربيجان ومناطق ما وراء النهر واليمن وغيرها، يعني باعتبار بلاد الشام كانت عند معاوية يعني. فهؤلاء كانوا أفضل فرص العمل في الكتابة، في الدواوين، في مسائل كثيرة جدا حقيقة، في الترجمة كانوا هم أفضل من، يعني الفرص كانت لهم متاحة جدا. وهذا حدث أيضا بعد بناء البصرة، لكن حدث بشكل كبير بعد بناء الكوفة. وعندما تأسست بغداد، قرأت في مصدر كتبه سرياني من أخواننا يعني الآثوريين، قال لا أذكر لأن أنا قرأت حقيقة الناس الموجودين هنا في العاصمة، عشت معهم 5 سنوات، أعطوني كتب كثيرة وقرأتها، فلذلك أنا آسف أنني لا أتذكر المصدر بالضبط. قال إن مدينة جند الشابور كانت مليئة بالسريان، يعني أنا نقول عنها مليئة بالسريان. هؤلاء السريان عندما تأسست البصرة، منهم قسم نزح إلى البصرة وقسم نزح للكوفة، لكن عندما تأسست بغداد فرغت، بحسب قوله فرغت البصرة، فرغت جند الشابور من أهاليها. وهذه مسألة جدا طبيعية، يعني احنا نعرف انه مدن لما تتأسس العواصم، يعني انا وانت من العراق، هل كانت بغداد قبل يعني 80 عاما او 100 عام مثل بغداد اليوم؟ كربلاء مدينتي لانه فيها عمل الان، عمل ممتاز، تخيل اكتشفت هناك 64 حيا، حي سكني 64 تأسست جديدا خلال 20 سنة الأخيرة، ولم تكن هذا. واكتشفت انه انا امشي في شارعنا، كان شارعنا هادئ جدا والان صاخب على مدى اليوم. ف نعود الى القوميه، فالقوميه لا يمكن ان تصبح قوميه اذا ليس لديها تاريخ تدويني يمتد لقرون. واللغات في الحقيقه اللي سبقت اللغه العربيه ليست كثيره، هي السريانية واليونانية طبعاً، اليونانية واللاتينية والصينية. أما اللغات الأخرى فلم يكن بها تدوين، وأكرر عندما أقصد بالتدوين هو وجود موسوعات وعدد كبير من الكتب وأسماء كثيرة، عشرات الأسماء التي من المؤلفين والشعراء الأدباء المؤرخين الذين نعرف محل وتاريخ ولادتهم ومحل وتاريخ وفاتهم. هذا الشرط. هل كانت سؤال يعني هل كانت هناك قوميات في ذلك الزمان يعني؟ لا، أنا ما أؤمن، أنا أؤمن أنه أول قومية حدثت في التاريخ هي اليونانية، أول ثقافة عالمية والعولمة حدثت مع اليونانيين، وكادت تحدث مع اللغة اللاتينية، لكنها يعني ما استمرت وما أنجزت كما أنجزت اللغة اليونانية، لكن صارت. وكادت أن تكون اللغة السريانية حقيقة قولها لغة الثقافة الأولى لشعوب المنطقة، ولكن الذي حدث أن اعتناق المسيحية، اعتناق روما للمسيحية
أغسطس هذا، تسبب في القرن الرابع، تسبب باعتماد اللغتين اليونانية واللاتينية لغتين رسميتين للديانة المسيحية، وهذا سحب البساط من اللغة السريانية. ولو لم يكن الرومان في بلاد الشام وعادي دجلة والفرات لكانت اللغة السريانية هي اللغة، هذا بحسب تصوري، قد أكون أنا مخطئ، هو وجهة نظر، اللغة السريانية هي لغة الثقافة في المنطقة. ولذلك عندما جاءت اللغة العربية مع الإسلام وجدت أن المنافس الحقيقي لها والذي سبقها في التدوين ضعيف، ضعيف بسبب اعتناق تبني أعدائه الديانة، لأن السريان، نحن نعلم أن السريان، أن المسيحيين قاطبة طبعاً، والكنيسة السريانية إن كان من أتباعها السريان أو أتباعها العرب، لأن العرب لم يؤسسوا كنيسة لهم، العرب هم جزء من الكنيسة السريانية. هؤلاء كانوا، كان أعداد كبيرة منهم مضطهدين في زمن الخلافات الساسانية البيزنطية، تسببت بمشاكل ومجازر لهم حقيقة، وهذه المجازر من يريد أن يطلع عليها فليقرأ تاريخ الكنيسة الشرقية للبيربونة الجزء الأول، وهناك أيضا كتب أخرى طبعا، مثل ما من يريد أن يطلع على المجازر التي حدثت للسريان في الحرب العالمية الأولى، هؤلاء الذين ظلموا بسبب الأرمن، لأن الناس ركزوا على 1.5 مليون أرمني قتل في الحرب العالمية الأولى، ولكنهم تناسوا 0.5 مليون سرياني في أعالي دجلة والفرات قتلوا على يد، يعني بسبب هذه الحرب اللعينة، وراحوا ضحايا. فاللغة السريانية هذا السبب هو الذي حد منها، لأن لغة الإمبراطورية هي التي فرضت نفسها. ملحوظة طبعا يجب أن أنا لاحظت وأنا أقرأ التاريخ أن اللغة التدوينية، أنه أي إمبراطورية تتأسس ولديها لغة تدوينية تفرض لغتها، ولكن عندما تكون هذه الإمبراطورية لا تفتقد للغة التدوينية لا تفرض لغتها، كما الحال مع الساسانيين. نحن نعلم أن الأخمينيين والبارثيين والساسانيين لم يكونوا من ذوي التدوين، ولذلك تبنوا اللغة الآرامية السريانية، ولم يتركوا لنا منجزاً. يعني كثير من الكلام اللي يذكر انه، لكن ما يعني لا يوجد فيه ادله. يعني احنا عندما نتحدث عن اللغه السريانيه وعن اليونانيه، نحن عندنا عدد هائل من الذين كتبوا باليونانيه وبالسريانيه، نعرف اسماءهم، نعرف اسماء مؤلفاتهم، ونعرف محل وتاريخ ولادتهم ووفاتهم. لذلك اشترط في مصطلح القوميه ان المجموعه الاثنيه لا تتحول الى مجموعه قوميه اذا ليس لديها عدد كبير من المدن، ولديها عدد، يعني مجموعة من المدن خلينا نقول، ولديها عدد كبير من الأدباء والكتاب والمؤرخين والباحثين، فضلا عن الشعراء طبعا. هذا هنا أعتقد شخصيا، حينما نؤمن جميعا، ولا أقول أنا أزعم، هذا رأيي أزعم به، قد لا يكون صحيح، أننا ننظر إلى العرب بوصفهم ثقافة وليس عرق، وإننا نحن الذين نتحدث العربية اليوم، نعم نحن عرب بالمفهوم، المفهوم العلمي وليس المفهوم العرقي، لأن المفهوم العلمي يقول، وهذا موجود في كل من الدراسات الاجتماعية، إنك إذا تتحدث لغة كان بنث مع جدك، مع أبيك وجدك، وكذلك فعل جدك مع أبيه وجده وجد جده، وفي مدينة وفي بلد هذه اللغة فيه هي اللغة السائدة، فأنت ابن هذه اللغة، ابن هذه اللغة لمجموعة لكن أجيال. السؤال اللي عندي إنه هناك فرق بين اللغة والقومية، فأنا اللي عندما راجع التاريخ لا أجد هنالك قوميات، أجد هنالك عشائر قبائل، أما الكلام إنه هنالك عرب وهنالك مثلا فرس، يعني طلعت الظاهرة الشعوبية، يعني اتهامات الشعوبية والزندقة وما إلى ذلك، بس هي قائمة على أساس ديني. ففكرة القومية يبدو هي بدأت تنضج عندنا في العصر في هذا القرن العشرين تقريبا، بسبب ظاهرة بسمارك الألمانية وانتشار الفكرة القومية. بس أنا عندما أرجع للماضي وأقرأ كتب الطبري وكتب الأصول، يعني الأصول تراثنا، يعني لا ألاحظ كثير تركيز كثير على مسألة القومية، إنما التركيز دائما إما على القبائل والعشائر أو على الأديان. لا، هو شوف، أكو أولاً أنا أتفق معك أنه هذا الشيء ظهر في، ليس في القرن العشرين، في نهايات القرن التاسع عشر،
تأثيره. ويؤسفني أن أقول أننا تلقينا يعني هذه الفهم للقومية بهذا بالطريقة الألمانية، وأن الطريقة الألمانية أن الألمان كانوا بحال ممزقين، فالشيء الذي يجمعهم حتى يجمعهم في دولة واحدة بدل هذه الإمارات المتنازعة والمدن المتنازعة، أنه أخرج لهم هذه فكرة القومية العرقية. لكن مفهوم القومية باللغة الإنجليزية هي حدود سياسية، أما اللي أنا أذكره هو ثقافة، وليس لا عرقية ولا سياسية، أي مفهومها القومي، وهي كلها مفاهيم حديثة. لكن هل هناك فهم عرب وفرس؟ نعم، هي أكيد موجودة بالعصر العباسي، لكن الناس لم تكن تفهم بهذه الطريقة التي نفهمها اليوم. نحن دائما بعضنا أو كثير منا يسقط مفاهيمه عن الحرية وحق تقرير المصير وحقوق الإنسان على الماضي التليد، يعني على ألف سنة وألف، وما الناس ما تفهم بهاي المسائل اليوم اللي إحنا نفهمها يعني. فكلمة العرب، مصطلح العرب هو أكيد موجود، لكن العرب أكيد تطور، مصطلح الفرس أكيد، لكن العرب والفرس والأتراك بحسب لأنهم أقاموا إمبراطوريات تحولوا من المفهوم العرقي إلى المفهوم الثقافي، هذا اللي يقوله. فلم يعد الفرس اليوم هم فرس القرن السابع الميلادي، إنما هم ثقافة فارسية، ثقافة. ولذلك قبل مدة وجيزة، يعني قبل شهور أعتقد سبعة، نعم قبل أعتقد في شباط أو في بداية آذار من هالقبيل، توفي شخص إيراني مثقف أكاديمي، هو من الإثنية أو من المجموعة الإذرية القومية التركية، لكنه يؤمن باللغة الفارسية ويقول إن اللغة الفارسية هي اللغة التي تجمعنا نحن في إيران. وحتى قرأت عنه طبعا أنه هذا كان له حسن عنصري، لأن عندما أصدر محمد عابد الجابري، الدكتور محمد عابد الجابري، كتابه نقد العقل العربي الجزء الأول تكوين العقل العربي، قال عقب هذا الشخص العنصري: وهل للعرب عقل؟ هذه طبعا عنصرية، العرب عندهم عقل والفرس عندهم عقل والأتراك والأكراد والسريان والأمازيغ، كل الشعوب عندها عقل وعندها ثقافة وعندها هوية وعندها يعني حقيقة هذا الاستخفاف بالناس عجيب يعني. هذا الشخص يعني يؤمن بهذا المفهوم إن اللغة الفارسية هي في إيران تجمعنا. هناك كثير من الناس يؤمنون بهذا، ولذلك احنا عندما واكيد حضرتك اطلعت واكيد ناس كثيرين راح يشاهدون هم اطلعوا، اننا لو تتبعنا العروق الاصول بين قوسي المزدوجتين اللي انا اعترض عليها، العرقيه او الارومه اسميها عاده انا، لكثير من مفكري ودعاة القوميه التركيه الطورانيه والفارسية والتركي والعربية نجدهم من أرومات مختلفة، يعني ليسوا عربا عربا، أو بالأتراك ليسوا أتراكا أتراكا، بهم العربي وبهم من يعني أشياء. بل نحن نعلم رئيس المجمع العلمي العربي في سوريا محمد كرد علي، إذا مو غلطان، هذا الرجل كان يمتلك حسا عروبيا ولديه أشياء مذهلة، بس هو لا يفهم العروبة بوصفها عرق، إنما بوصفها ثقافة لغة ليس لا أكثر. والرجل يعلم نفسه كردي ويعتز بكرديته، ولم يسيء لكرديته يوما أبدا، لكن ويؤلم أن اللغة العربية هي التي هي الجامعة، لأن صاحبة أكبر تراث في العالم. فهذا الخلط اللي عند الناس يعني عند الكتاب شوش الكثير من المفاهيم عند الناس، عند يعني الجميع قصدي من ذوي من غير المختصين، فضلا عن هجران او التغاضي او عن قراءه هجرات غير العرب للعراق. ولذلك حضرتك وكل الاخوه يعرفون علي الوردي كان دائما يتحدث عن البداوه والعرب، العراق هو ضحيه الحضاره اللي هو العراق والبداوه اللي قادمه من الصحراء. الحقيقه هذا كلام يعني غير، أنا لا أتفق معه، احترامي الشديد لهذا العلامة العظيم، وأنا أقول له كل الاحترام، لأن هؤلاء أساتذتنا وتعلمنا منهم، وأفضل طريقة يعني احتراما لهم أن نعتز بمنجزهم لكن أن نتجاوزه. أنا أؤمن أن العراق هو ضحية بداوتين جبلية وصحراوية، وأن هؤلاء الجبليين
كل الأقوام. أنا لا أتحدث يخطر ببالك يخطر ببال بعضهم الأكراد، لا أنا أتحدث حتى على الأكراء التركما الأتراك الفورس غيرهم، كل هاي الشعوب زين والأرمن وغيرهم وغيرهم، لكن هؤلاء الجميع أسهم. يعني نحن لا نستطيع أن ننكر أن العرب بنون مدن البصرة والكوفة وواسط وبغداد، هي من المدن العظيمة حقيقة من الناحية الثقافية، ولا نستطيع معسكرات البصرة والكوفة معسكرات معسكرات عسكرية. لا لكن البصرة لا اسمح لي، البصرة مباشرة تحولت خلال أقل من 30 عاما إلى فيها حلقات للدرس وبما في ذلك. لا طبعاً طبعاً، بس هي منشأها يعني خطط الكوفة معروفة مع الماسنيون، هي معسكر واصلة يعني. هي مو السليمانية تأسست 1700 هي معسكر مال يعني خط متقدم للدولة الأكراد يعني. إيه زين، هو الخطوط الخلفية المقر، الخطوط الخلفية للقبائل الكردية اللي تدعم الدولة العثمانية ضد الصفوي القاجاريين، وبنفس الوقت من أجل ضخ أعداد من جمع الضرائب من القبائل الكردية وإرسال أكراد لحروب الدولة العثمانية. وبالمناسبة الأكراد كانوا من أكثر الناس وفاء للعثمانيين على فكرة قصدي بغداد يعني هؤلاء بنوا هذه المدن واعطونا جمع. ولو تتبعنا الأقوام الأخرى غير العربية أيضا أسهموا إسهامات كبيرة جدا جدا في حضارتنا، بحيث أنت لا تستطيع أن تقول إن هاتين يعني الجبليين والصحراء والسهليين، أنا أسميهم الجبليين والسهليين فقط خراب. لا، هو هناك سلبيات وهناك إيجابيات، وعلينا أن نقرأ الطرفين الإيجابي والسلبي ولا نغض النظر ونركز على الإيجابي. هو أنا إذا أريد عندي سؤال، إذا أريد نختصر الطرح مال هذا الكتاب في 3-4 نقاط، كيف ممكن لنا أن تصلنا يعني النقاط الأساسية للموضوع؟ النقاط الأساسية هو بالحقيقة مختصر يعني مختصر. هذا الكتاب يدعو أنك لا إن إن أنك لا تفتي بالتاريخ بدون علم، وأن مأساتنا أننا كلنا نتساهل بطرح في ما يعني نتحدث بالتاريخ بوصفنا كنا مختصين بالتاريخ. وقبل أيام أنا قرأت لأديبة وكاتبة ومترجمة ومبدعة كلها كل الاحترام، لكن كلام كتبتك كلام حقيقة، أنه هاي مناطق حضرية العراق وبلاد الشام ومصر، وجونا العرب من الصحراء والمغول، ما يمكن خلط العرب والمغول، هذا كلام غير علمي يعني. لأن الوجود العربي سبق المغول بأكثر من 2000 سنة. هاي النقطة الأولى. أي هاي النقطة الأولى، أنك لا تفتي بالتاريخ بدون علم. نعم. التاريخ مثل ما لا تفتي بالطب وبالهندسة بالعمارة وبغير ذلك، لا تفتي بالتاريخ مو هذا استسهال. نعم. وهذا الاستسهال لا يختلف عنه الأكاديميين وباحثين وأسماء أخرى، وأنا سبق يمكن قلت، وأحدهم اللي هو أستاذنا الدكتور الأكاديمي والخبير الاقتصادي عصام الخفاجي. نعم. اللي أيضا أعتقد في هولندا مرة كتب مقالا حقيقة يعني تألمت أنه هذا الرجل يكتب هذا المقال، اعتبر العرب موجودين في العراق، دخلوا العراق ما بين القرنين 7 الميلادي و18 الميلادي، وعد جميع غير العرب موجودين قبل العرب، لأنه قال في جملة خطيرة جدا هو تسمى في الخطاب أنه تكريس وتركي يعني على مقولته، بما في ذلك اليهود، بما في ذلك اليهود عندما نقرأها في الخطاب، والخطاب المضمر للنص، الخطاب المضمر أنه جميع غير العرب المسلمين هم سبقوا العرب، وهذا كلام غير علمي وغير صحيح. والهجرات لأنه هو كرس العرب من القرنين 7 و18، هناك هجرات كثيرة لليهود وللسريان ولكل الأطياف العراقية جاءت بعد الإسلام. يعني هذه النقطة الأولى، هناك عدم دقة في تناول التاريخ الجميع يعني. لا. إلا النقطة الأخرى، حتى النقطة الثانية هو أن نفرق بالمصطلحات قبل أن نفهم ما هو مصطلح العرق والإثنية والقومية، لأن هذا راح يخلينا نتخلص من مقولات جاهزة مثل يعني إصرار على أن العرب عرق والعرب لم يعودوا عرقا، احنا صرنا ثقافة ما لنا علاقة يعني حقيقة ثقافة وأبناء هذا البلد وتشبعنا به، و قصدي لا أقصد العراق، أنا أقصد المنطقة كلها يعني بما في ذلك المغرب وتونس ومصر. نعم.
النقطة الثانية. هاي النقطة الثانية. التفريق بين الكتابة والتدوين يحيلنا إلى مسائل، أن مسائل نكون فيها دقيقين بالتفرقة أولا بين القومية والإثنية كما ذكرت سابقا، ويحيلنا أيضا إلى مسألة مهمة، أننا لماذا نقول الأدب العربي، ومن الخطأ أن نقول الأدب المكتوب بالعربية، لأن الذاكرة الجمعية المكانية للغات الأوروبية خارج أوروبا هشة للغاية، أي أن الأوروبيين اللغات الأوروبية اللي هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والهولندية في منطقة أنت تعرفها في أمريكا الجنوبية، أكو منطقة كانت هولندا مسيطرة عليها وفاربة لغتها، نعم عندكم منهم كثيرين، أي هذه اللغات لا تمتلك تاريخا ذاكرة جمعية مكانية فيها، يعني بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يحدثنا عن آلاف الشعراء والأدباء والكتاب، أو حتى مئات ولدوا في تلك المناطق وآبائهم ولدوا في تلك المناطق وكتبوا باللغات الأوروبية وماتوا قبل الحرب العالمية الأولى ب420 عاما، هذا غير موجود. بينما نحن في اللغة العربية لدينا عدد كبير ماتوا قبل الحرب العالمية الأولى بأكثر من 1000 سنة، وكيف لأنني عندما بحثت وأنا أكتب عن تونس بعد رحلتي لتونس بحثت كثيرا، فاكتشفت أن الكثير من التوانسة تخيل في زمن في بدايات الدولة الإسلامية ذهبوا ودرسوا على يد أبي حنيفة في الكوفة، ثم لما انتقل إلى بغداد في بغداد، وهذه مرحلة مبكرة للغاية، مرحلة مبكرة، يعني أنت لديك ناس جاءوك من تونس وأكيد من المغرب ومن الجزائر بكل تأكيد ومن غيرها للدراسة في البصرة وفي الكوفة وفي بغداد، هذا جعل هناك ذاكرة جمعية مكانية. وين مذكورة؟ بأي مصدر؟ هذه ممكن مصدر يعني؟ والله كاتبة بالكتاب يعني مذكورة؟ لا أنا هذا قصدي لما كنت أكتب عن تونس، عن نعم. تونس وأنا أبحث فوجدت أحد المصادر حتى نسيته والله، في هو جزء من أدب الرحلات وموجود في كتابي أمكنة تلوح للغريب اللي سبق وحدثتك عنه يعني. نعم. فهناك ذاكرة جمعية مكانية متواصلة على امتداد أكثر من 630 سنة سبقت الحرب العالمية الأولى، بل أكثر من 840 عاما سبقت الحرب العالمية الأولى في جميع المناطق. فضلاً عن هناك نقطة مهمة أوضحها، هي دائماً استشهد بها، أن القوميين العرب أرادوا السلطة ولم يريدوا فعلاً بناء المنطقة. كيف؟ المقدس البشاري في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الذي ألفه سنة 975 ميلادية، أي قبل 1048 عاماً من يوم الناس هذا، ذكر الأقاليم العربية، ففي الصفحة التاسعة نقرأ أن الأقاليم العربية 6 ويعددها، فلا يذكر الأندلس ولا يذكر إيران ولا يذكر، فقط هاي الأقاليم اللي هي يعني شبه الجزيرة العربية والعراق وآشور. من تقصد؟ من اللي ذكر؟ المقدس البشاري المغربي. في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم في الصفحتين 9 وصفحة 47، لكن في طبعا بلاد الشام ومصر والمغرب هاي 6 يعددهم، لكن في الصفحة 47 يذكر، طبعا إذا ذهبتم إلى المصدر ولا تجدوها في 47 فقط، لا 47 48 49 حتى أكون دقيق يعني هاي، لكن أعتقد هي 47، إذا مو 47 48 أو 49 فقط، لا صفحة 9 أو صفحة 47، المهم أنت هاي. فيقول الأقاليم الإسلامية 14 إقليما، 6 منها عربية ويعددها نفسها. فإذا قبل 1050 سنة هناك مفهوم إنه هاي الأقاليم اللي هي مصر العراق وبلاد الشام ومصر والمغرب هي أقاليم عربية. هذا أنا تحدث لك مصدر، طبعاً هذا الكلام لم يذكره القوميون العرب، لأنهم يعني مع الأسف
ولذلك لأنه جاءوا على سلطة لا أكثر ولا أقل يعني. أنا على ذكر هذا الكتاب أعطيته لصديق قومي فهو دائما يحتفل بي فلم يرد علي مطلقا ولم يكلمني من ذلك اليوم لليوم. لا أنا طلعت الكتاب بس طلعت سويت بحث وطلعت الكتاب يا صفحة 47 صفحة 9 صفحة 9 مو 49 9 و 47 47 هذه الصفحة طلعتها مدبولي 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 طبعت مدبولي 93 راح اطلع لك اياها حتى تشوفها بنفسك. وانا اتحدث لك عن الطبعه اعطيك الطبعه ورقمها وسنتها طبعه مدبولي دار مدبولي الطبعه الثانيه يمكن 93 انا طلع ما اعرف هسه اشوف ايش هي هاي لا لازم هذا مو لا مو هو لازم الطبعه ودار النشر وسنه الطبعه هسه اشوف اياها هذا هسه راح اراوك اياها وين بالله هذا شفته اي شفته بس ما اقدر بس هذه يا طبعه انا اهم شيء عندي طبعه مدبولي لحظه طبعه الدار الكتب العلميه الطبعه الاولى 2003 لا انا اللي يقول صفحه 47 يقول في الامصار سمرقند ايران شهر شهرستان اردبيل المنصوره زبيد مكه بغداد الموصل دمشق تشوف لا هاي طبعه مختلفه هاي المهم هو بداية الكلام يقول العربية أي هذا هي الطبعة طبعة دار مدبولي طبعة دار مدبولي زين يعني وبداية المهم يعني الفكرة يعني هذا طلع مو هو إذا مو هو لا حسب الدار مو لأنه أعرف 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 لا تختلف المقدمة صحيح أي. صفحة 9 تقول هاي سهلة 9 أعتقد أسهل أي. مقدمات وفصول لا بد منها لأنه أكو مثلا الكتاب محقق إذا الكتاب محقق تكون خطة المحقق إيه لا طبعا ذكر البحار لا ذكر البحار والأنهار والأندلس أخبر الناس به وحدوده وخرجانه لأنهم يسافرون فيه ويغزون ما المهم إن الله تعالى خاطب العرب بما يعرفونهما بما يعرفونه ويعاينونه ليؤكد لهم الحجة وما كانت أسفارهم فالكلام المهم نعم وأنا إذا طلع الهالي راح يحتاج وقت يعني هاي المشكلة هي اي يعني مش مشكله المهم حاولت انه قد حاول يعني مش طبعه مدبولي المهم لا هو قلت لك هاي طبعه مدبولي الطبعه اعتقد الطبعه الثانيه الثالثه كذا في التسعينيات يعني صادره بالتسعينيات نعم. 91 92 هيك 93 اي زين ف فهذا هو يذكره يعني فأنا حقيقة استغربت لما قرأتها يعني بس قلت لك هذا صاحبي القومي لأنه شاف الكتاب بكثير ظاهر ما عجبه كثير كلام نقد للقوميين العرب الكتاب بكثير حديث يعني أنتقد ما ارتكبوه أي لقيتها مع المدبول لقيتها مع المدبول أي حلو لقيتها إذا تريد طلعت إياها هاي ما مدبول صفحة 9 جزيرة العرب هاي طلعت السرعة فيها لحظة أنا كانت عدي بس ما أعرف سكرين لحظة راح أطلع فيها هاي طبعة مدبولي شوفها إيه هاي صفحة 9 ولم نذكر إلا مملكة الإسلام حسب ولم نتكلف الخط كلش تعبان عن إقليم العرب وأفردنا أقاليم العجم عن أقاليم العرب ثم فصلنا كورة كل إقليم ونصبنا أمصارها وذكرنا قصباتها ورتبنا مدنها وأجنادها بعدما مثلناها ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقها ويقف عليها الخاص والأول أقاليم العربية والأقاليم العربية جزيرة العرب ثم العراق ثم أقور
ثم الشام ثم مصر ثم المغرب وقاليم العجم، أولها المشرق ثم الديلم ثم الرحاب ثم الجبال ثم خوزستان ثم فارس ثم كرمان ثم السند، وبين أقليم العرب بادية ووسط أقليم العجم مفازة. المهم هو هذه يعني أنا قصدي شنو، إنه الرجل ذكرها يعني في، وهذا الكتاب ألف سنة 975 ميلادية. زين 975 ميلادية الكتاب. نعم. مؤلف. نعم. هو الخط كلش متعب. إيه لا بس هاي شفته. المهم طلعناها. إيه هو المهم هذا صدق هو المهم. إحنا هذا هسه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة. وأنا عندك نقاط بعد؟ اي تذكر الصوره. اها النقطه الاخرى اللي ذكرتها في الكتاب ايضا نقطه مهمه، ولو راح يعني هي اخر فصل بالكتاب عن وحده التراب العراقي. ذكرت فيه ما ذكر عن العراق في المصادر الاسلاميه وحتى عند بعض الاجانب قبل يعني ما قبل الحرب العالمية الأولى الحديث. يعني الإسلام العراق وحدوده في طبعا في الفصل رد تقول نحن ليس علينا أن نردد كل ما يقوله الأجانب، فليس كل ما يقوله الأجانب هو كلام علمي، فمثلما في الأجانب هناك من المستشرقين العلماء الأجلاء، هناك من لديهم الأهواء وهناك ما هي طروحات سياسية أكثر منها علمية. يعني أنت لما تحدثت لي الآن عن جبنا اسم أحد المستشرقين عن لما تحدثنا عن البصرة والكوفة تخطيط المدن ماسينيون قصدك. إيه يعني هذا أنت ما تقدر مثلا قد تنتقد بعض الآي، لكن لا يمكن أنت تتجاهل علميته الكبيرة. يعني هذا عملاق هذا مو يعني لكن أكو حقيقة أن السياسيين يختلفون عن العلماء، يختلفون. فهؤلاء لما يقولون إحنا أسسنا العراق، تأسس الدولة، وهناك الفرق في هذا الفصل أفرق بين الإقليم الجغرافي وبين الدولة. تأسيس الدولة الإقليم الجغرافي قد يكون إقليم مستقل دولة بحاله، وقد يكون متحد مع أقاليم أخرى، وقد يكون جزء من إمبراطورية، أي بمعنى أو خلنا نقول محتل أو جزء من إمبراطورية أو مستقل بذاته. فالإقليم لا. ثابت وحدوده عند المدائن المولود سنة 132 هجرية، وعند بن حوقل وعند اليعقوبي وعند المسعودي والماوردي وأحمد بن رستم. أحمد بن رستم متوفي 291 هجرية، واليعقوبي والماوردي دول بالقرن الرابع الهجري. كل هذه يحددون العراق، معروفة حدوده، بل عند المدائن وعند صبغة الله الحيدري في المنتصف القرن التاسع عشر، أي قبل الحرب العالمية الأولى، كتابة مكتوبة بأكثر من 60 سنة. وعند المدائن وصبغة الله الحيدري تجد العراق يمتد من أعالي دجلة والفرات، أي جميع الأراضي التي تقع اليوم شرق نهر الفرات في سوريا وفي تركيا هي جزء من العراق، شوف، فضلاً عن بلاد عبادان اللي هي عربستان. أما عند صبغة الله الحيدري فهذه المناطق، ويضيف لها طبعاً المنطقة الشرقية من يعني المملكة العربية السعودية، فضل طبعاً الكويت والبحرين وقطر والإحساء، وهاي المناطق الشرقية اللي يعني شرق المملكة العربية السعودية. هذا عن صبغة الله الحيدر، وهذا الكلام قبل الحرب العالمية الأولى بستين سنة. أما عند يعني إلى عشاق الأجانب، عند المؤرخ البريطاني كينير في كتابه الإمبراطورية الفارسية الصادر سنة 1810، أي قبل الحرب العالمية الأولى 1811، في الصفحة 89 قبل الحرب العالمية الأولى 103 سنوات، وقبل اتفاقية سايكس بيكو 105 سنين، هذا يحدد العراق ويقول العراق يمتد من جنوب ماردين شمالا. ماردين اليوم وين؟ في العمق التركي،
من جنوب ماردين شمالا إلى أدنى شط العرب، ومن زرباطية شرقا، يعني حددوها. أما عند المؤرخين، أغلب المؤرخين المسلمين، فهو من تخوم الموصل، ليس المدينة، الموصل المنطقة، وكانت منطقة الموصل على امتداد العهدين الأموي والعباسي هي نفسها، يعني بيها مساحات شاسعة اليوم في تركيا وفي سوريا، وتمتد طبعا شرقا وجنوبا. ولذلك ليس اعتباطا أن العثمانيين عندما جاءوا جعلوا من الولاية سموها ولاية الموصل، لأن الموصل لها دور كبير وثقل كبير وحراك كبير في العهدين الأموي والعباسي. فمن تخوم الموصل شمالا إلى بلاد عبادان على ساحل البحر جنوبا، ومن حلوان شرقا، وحلوان العراق هاي تجدها أيضا عند المقدس البشاري، حلوان العراق وحلوان مصر، وحلوان العراق طبعا يعني هو المقدسي حقيقة يفصل بيناتهم، لكن أنا أقول لك حلوان العراق أكبر من حلوان مصر، وهي تشمل اليوم أجزاء واسعة من السليمانية ومن محافظة ديالى وإلى العمق الإيراني. هذه هذه حدود العراق التاريخية. فهذا الحديث إنه في الكتاب طبعاً أتحدث إن بريطانيا صنعت العراق من لا شيء، ولا يوجد شيء اسمه العراق، وإذا العراق هو تجميع عشوائي لثلاث ولايات عثمانية مع وجود نهري دجلة والفرات. هذه هي حقيقة، يعني كلام غير علمي وغير صحيح، بل وجود نهري دجلة والفرات يمنع منعا باتا الإيمان بهذا الكلام ويجعله بعيد جدا عن الصح. في هذا الكتاب هناك مسألة الصراع القومي واليساري أيضا في الكتاب، والمراد من هذا الصراع الشيوعي والقومي العربي في العراق في الحقيقة الرسالة منه أننا جعلنا من هذا الصراع السياسي مقدسات، و يعني بحيث أصبح كل إنسان اليوم في العراق إذا يريد يثبت بأنه تقدمي، بأنه أممي إنساني النزعة كذا، لا يلتفت للعراق ووحدة ترابه ولا لهويته الكبرى الهوية العربية الإسلامية. بل أقول لك أنا واحد من الناس مجرد في أحاديث قلت يا أخوان العرب موجودين في العراق، بل وفي شرق نهر دجلة وفي شمال عالي دجلة والفرات قبل الإسلام بقرون، رأساً اتهمت، حقيقة أقول لك اتهمت بالبعثية، وأنا صدام حسين قتل الكثير من أهلي وأقاربي، يعني صدقاً أقول أبناء عمومتي، والله دفعنا، صدقاً أقول عمومتي وأخوتي دفعنا ثمن الرصاص لقتلهم، وبعضهم لم نستلم جثثاً، ولليوم لا نعرف قبورهم. من 79 كانت النذالة معروفة، من 79 81 أتحدث لك عن أهلي وأقاربي القريبين جداً إلي، يعني وأكو طبعاً بال 86، بل من المفارقات ان واحد من عمومتي كان الـ الامن يبعثون عليه بحيث اتطرح عاش في الاردن لسنوات. اين ابنك؟ في التسعينيات، الى حد التسعينيات يعني، وطلع بال 93. واذا لما سقط النظام اكتشفنا ان اولاد ابناء عمومتي، ابناء عمتي اثنين هم وهم اخواني بالرضاعه، وهذا ابن عمي معاهم، ثلاثتهم اعدموا في رمضان 1991 ولم نعثر عليه على. لكن أنت مو معنى ذلك عندك مشكلة وخلاف ومع نظام صدام حسين أنك تروح تسيء للعراق وحقائق تاريخية. الوجود العربي موجود، وأنا دائما أستشهد ليس فقط بالمؤرخين يعني أنا بس أفهم، يعني أنه تقول أنه الوجود العربي موجود، لكن تقول في الوقت نفسه تقول هو وجود ثقافي. لا لا لا، يعني كيف ممكن أن ماذا تقصد الوجود العربي؟ لا لا. الوجود العربي، شوف الوجود العربي في العراق سبق الميلاد بقرون طويلة، ولكن هذا الوجود من الناحية الثقافية كان متأثراً بثقافة المنطقة التي سبقت بفترة ما قبل العربية، أي إنه ثقافة كيف أصبح عربي إذن؟ يعني كثير من السريان تبنوا الهولنستينية. لا لا، أنا على ما أنت تقول إنه تفريق بين المصطلحات، هاي المصطلحات الحديثة. لا 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 لا، اسمح لي، أنا ذكرت قلت إنه أي مجموعة لغوية، لماذا فصلت بها بالبداية؟ كل مجموعة لغوية يصبح لديها عشرات المدن والبلدات تنجب شعراء ودباء على مدى أجيال،
وليس لي يعني بعد مرور سنتين او 20 سنة. بس مثلا انت لما تقول قبل الاسلام كان هناك شرق مثل العرب. قبل الاسلام هنا نتحدث عن العرب ليسوا ثقافه، انما العرب هنا اثنيه، كانوا العرب اثنيه ولم يكونوا قوميه. العرب لم يتحولوا الى قوميه الا بعد الاسلام وبعد بناء المدن بالذات. نعم، لكن انت بموضع اخر قلت انه انا يعني يبدو اختلطت علي. فانت لما تقول انه العرب عموما بشكل عام هم ثقافه اليوم طبعا في العصر الحديث ما بعد لا لا اسمح لي، ما بعد اي مجموعه لغويه، مو العرب، العرب الفرس الاتراك، اي مجموعه لغويه يصبح لديها عشرات المدن، هذه المدن تنتج شعراء ودباء وكتاب ومؤرخين وباحثين ونحويين ولغويين على مدى اجيال واجيال، تتحول من إثنية إلى قومية ثقافية. نعم. ليش؟ لأنه جميع مدننا خليطة، وأنت من مدينة صغيرة اسم الشطرة، كم شخص غير عربي بيها؟ بيئة في أحياء اليهود، أحياء كل شيء مو؟ للصبة. أي. الشطرة هي نفسها في كربلاء ونفسها النجف ونفسها بغداد ونفسها البصرة ونفسها سوق الشيوخ ونفسها الناصرية ونفسها الديوانية ونفسها الحلة ونفسها الموصل، كل مدننا هكذا. لا توجد، احنا ما عندنا مدينة، يعني ست عراقي وانا عراقي، وهذا الكلام ينطبق على مصر وينطبق على سوريا وعلى فلسطين وعلى المغرب، لا توجد عندنا مدينة واحدة على الاطلاق احادية اللغة والدين والمذهب والعقيدة والأبدا. هذا هو التنوع يخلق المدن، المدن تتحول قبائلية. لا، ما تصير مدينة، ده مدينة ده غير متنوعة، تصير تحول الى مخيم. لا لا مو على، تتحول الى قبيله مضارب. بس عندها بيوت مضارب قبيله فلان يعني، اي مضارب هاي زين. فلذلك اي مجموعه، اي اثنيه، اي عرق عندما يبدا بالكتابه يتحول الى اثنيه، عندما يبدا بالتدوين هو الاثنيه باعلى مراحلها، لكن متى يتحول من الاثنيه باعلى مراحلها الى القوميه؟ عندما تصبح لديه مدن، لديه فيه تاريخ في هذه المدن، اي ما لا يقل عن 150 200 سنه كذا. طبعا اكو فرق، ها، ما نتحدث عنه 100 سنه، هذا الكلام قبل اكثر من 1000 سنه، هذا الكلام في القرن العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر ممكن، لكن في القرن العشرين، التاسع عشر والعشرين لا، حتى تتحول الى قوميه انت تحتاج الى عشرات المدن على الاقل قبل القرن التاسع عشر، على الاقل. يعني اذا انت ما عندك 10 مدن فيها شعراء ودباء مولودين قبل القرن التاسع عشر ما ممكن، يعني انت بعدك اثنين. لكن إذا عندك آلاف طبعاً أكيد، لأنه أكيد بهم المئات بيتين قبل القرن الثامن عشر. المهم تكون هنالك ثقافة تمتد لقرون، ولو الحد الأدنى اللي هو 3 قرون، هذا لا يتقاطع مع رأيي بالحد الأدنى 7 أجيال 210 سنوات. يعني سيأتيني شخص يقول لي تقولت 200 كيف تقول هنا؟ أقول هنا لأني أتحدث ما قبل الحرب العالمية الأولى، ما قبل الحرب العالمية الأولى ب 210 سنوات لديك مئات الشعراء والأدباء والكتاب ميتين، وبيهم من هو ميت على الأقل قبل الحرب العالمية الأولى ب 420 عاما، لأن هذا شيء مهم جدا للذاكرة. ولهذا تجد أنت لما نذهب إلى اللغات اللي تملك تراث ضخم، هذه اللغات جميعها لديها عشرات المدن، أنجبت آلاف الشعراء والأدباء والكتاب كتبوا بها بكل مواضيع الثقافة قبل القرن العشرين. اللغة الروسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الألمانية، اللغة الإيطالية، كل هذه اللغات بها تراث ضخم سبق القرن العشرين بما لا يقل عن لكن الإيطالية بوكاشو ودانتي هو كان هم ابتكروا اللغة أصلاً يعني. أي بس يعني... أي قرن؟ مو بالقرن العشرين بس. لا، ما كان لكم تاريخ سابق، يعني اللغة تأسست من خلالهم يعني. من خلالهم. اللغة يعني. أي لكن هذا يا قرن، القرن الرابع عشر. لكن أنت لما تأتي للعمق التاريخي تقصد أنه حتى تتشكل اللغة. تتشكل التاريخ يعني وقومي. لازم ما يقل عن 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 يعني فترة زمنية لأجيال. نعم. يعني كيف ممكن مثلا اللغه الاورديه، اللغه الاورديه كيف اللغة اسست في القرن الرابع عشر، مجموعه من الناس اخترعوها اختراع، اي في القرن الرابع عشر الاورديه، لا القرن التاسع عشر، لا 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 القرن، بس اسمح لي، الاورديه القرن الرابع عشر، ولكنها
كثرت فيها الكتابة وتحولت إلى لغة تدوينية بمعنى الكلمة في القرن التاسع عشر. يعني كنت اللي سامع أنه هم مجموعة معسكر في خلطة باكستان على هنود على إنجليز، والمعسكر بدأت تشكل لغة مشتركة. هي لذلك لغة الأردية بها كثير مفردات عربية بالمناسبة، ومفردات إسلامية، ومفردات حتى فارسية وكذا. في تشكلها بداياتها كان في القرن الرابع عشر، يعني أنا أقول لك إياها أنا قاريها، بدايتها في القرن الرابع عشر وتشكلت بشكل جيد وكذا في التاسع عشر. في القرن العشرين صار إنها تراث ضخم. هو اللي يعني اللي معلوم يعني معلومة سطحية عاد، يعني مش متعمق الموضوع، لكن اللي أعرفه بأن هم معسكر. لا لا أنا متأكد، وهذا المعسكر بيه فرس وبيه باكستانيين وبيه هنود، وهذا المعسكر جيش ما أتذكر شو اسمه، واحد ضابط يعني مشهور. فهذا المعسكر بيناتهم مع الوقت يعني بقوا فترة بدت بين، لأن لغة أربع خمس لغات بمكان واحد. إيه وليش قلت لك أنا بيها فارسية، بيها فارسية وبيها بيها عربية. أي. فضلا عن المصطلحات الإسلامية التي يعني أصبحت إسلامية دخلت لها كثيرة. هو هذا نموذج غريب أنا أعتبره، لأنه أي. بعد ذلك اكتشفوا أن هؤلاء يعني حتى الضباط الجيش والإنجليز جوا اكتشفوا أن هؤلاء يتفاهمون بيناتهم، قالوا دول شو جاي يتفاهمون يعني. فاللي بعد ذلك اكتشفوا صارت لغة جديدة، وراها صار قرار أنه جابوا علماء لغة قال لهم سووا لنا قاموس بهاي اللغة الجديدة. اي هذه لغة عالمية. اي لغة عالمية هي، لكن هي مش شنو هي يعني ممكن اعتبرها خروج عن القاعدة، لكن مع ذلك انا اقول لك قرأت انها في القرن الرابع عشر، واعتقد المعسكر تقصد به ما بالانجليز، لا اعتقد هو مغولي. اكو نموذج ثاني اللي هو العبرية الحديثة. شنو العبرية الحديثة؟ مو قومية. لا العبرية الحديثة اللغة ايضا جرى ابتكارها 100%. بالمئة ادري اعرف، انا قرأت الكتاب مال الشخص اللي ابوه الف ابوه هم هو مرته هو وزوجته 1890 قالوا خلينا نسوي لغة جديدة، قالوا هذا العبرية ولازم نرجع لها، وسوى خلطة من اليدش والعبرية القديمة والتوراتية والخلطة الإنجليزية، سوى خلطة بيطة وسوى لغة. اي زين هو عمي اللغة يحكون بها. اسمح لي، هاي علما طبقها على من؟ طبقها على ابنه. نعم، لان انا قرأت كتاب ابنه، كتاب ابنه ما مترجم، ما اعتقد مترجم للعربية. نعم. كتاب ابنه قال ان ابي بالكتاب ذاكر كيف الف هذه اللغه وظل يتحدث فيها، لكن العبريه لا، قلت لك انا حتى ليسوا قوميه للان، هي ديانه اليهود، ما لانه لا توجد لديهم مدن رغم اليهود مختلفين اكو بها يعني حديث ولو هو ياخذنا، ماكو مدن تاريخية تفتقر إلى المدن التاريخية، الفارسية إلها، الإنجليزية إلها، الألمانية إلها، العربية، التركية، المدن التاريخية هو اللي أقصد وجود مدن فيها أنجبت لمئات السنين، أما وجود بعض الشواذ هذه كل قاعدة شواذ، أنا بنيت على قاعدة. صحيح لو الفكرة بأنه أقول بأنه يعني هي موضوع جدا متداخل يعني. طبعاً. إيه؟ لا أقول أنا اسمح لي، هذا الكتاب أقول لك بصريح العبارة ساعد، يعني أتمنى من كل قلبي أن أكون محظوظ وأدعو الجميع إلى قراءته والاطلاع عليه، لأن مواضيع مو فقط هاي، أتمنى أن يتبنوه بعض أساتذة الجامعات ليقولون لطلابهم مو يدرسوا، لا الطروحات البي يطوروها. صح. وأنا اللي حقيقة اللي خلاني أنشر الكتاب، شوف اللي خلاني أنشر الكتاب كالآتي: أولاً أستاذ بروفيسور في العلوم السياسية في جامعة الموصل، لما قرأ القومية والإثنية والعرق محاولة في فك الاشتباك كتب، أنا بالصدفة شفتها يعني، كتب قال: لم أستطع في يوم من الأيام أن أقرأ لشخص يتحدث بدق يفصل بدقة الفروقات بين العرق والإثنية والقومية مثل ما قرأته عند باسم فرات. هذا شجعني، أنا التقيت بهذا، كاتبت هذا الشخص. حلو. قال لي أنا طلبتي في الدكتوراه، هو يشرف على طلبتي في الدكتوراه في العلوم السياسية، أقول أدعوهم إلى قراءة هذا المقال اللي أنت كتبته. ولما التقيت به بالموصل
قال لي انا لا اعرفك، يعني انا ما ملتقين ولا متحدث، هاي اول مره نلتقي، وحتى ما بينات نتواصل بالفيسبوك، صديقه عادي، حتى لا يوجد لا هذا تحط لي اعجاب ولا انا احط لك اعجاب. لكن انا لما قراتها وجدت فيها، انا يعني بروفيسور بالعلوم السياسيه واشرف على اطاريح الدكتوراه واشرف على طلبه الدكتوراه، وجدت هذا افضل شيء كتب في الفروقات. واقول لك ان هذا الشيء اللي كتبته هو ليس فقط نتيجه قراءاتي لهذه المفاهيم عند العلماء، وانما هو من خلال تجربتي التي ذكرتها في بداية حديثي مع الإثنيات والمجموعات اللغوية في جنوب شرق آسيا وفي نيوزيلندا وفي أمريكا الجنوبية وفي إفريقيا. هذا الهوس والعلاقات، وربما أنت يعني تعلم أو لا تعلم لا أدري، لكن ربما بعض الأخوة والأصدقاء والصديقات يعلمون هذا أيضا أو لا يعلم، إنني أعيش مع المجموعات. يعني تتخيل أن أصعد إلى أعالي جبال الأنديز وأنام ليلة وأنا لم أنام فيها طبعا، يعني وصلت حقا للموت، كنت لا أستطيع أن أتنفس، تقيأت، وصلت مرحلة الموت بكل ما أنا، حتى وصلت إلى درجة 3000 متر فوق، 4700 أها إيه أي 4700 متر فوق مستوى سطح البحار. أنا كنت هناك، صار عندي يقين تام، إذا أغمضت عيني، إذا غفوت يعني أموت، لأنه التنفس صار إرادي وليس غير إرادي، فكنت أضغط على نفسي أتنفس. وحتى خرج الصباح أنا غير مصدق، وعندما بدأنا بالهبوط شو ودك هناك، غير تعيش مغامرات يا أخي، لأنه أقول لك شو ودك حتى تكتب يجب أن تذهب إلى كل هذه المناطق. أنا مرة نمت ليلة في أعماق الأمازون، ووضعت جميع المراهم التي تبعد الحشرات عني، ولبست ملابس يعني رغم الحر ملابس طويلة وليس قصيرة، وبعدين نمت في الخيمة. طبعا الخيمة يعني رغم حاولت تسوية الأرض، لكن مع ذلك كان دمار، مع شعور بالرعب أن أفعل أنك واندان تأتي هاي الضخمة. المهم نهضت في الصباح، وكذا المهم عندما عدت إلى البيت وجدت 87 أثر من الحشرات في جسدي. هاي مع كل يعني أي يعني رحت مناطق الثوار الشيوعيين اللاويين ضد الاحتلال الامريكي، ودخلت في نفق، بعد ذلك طبعا نفق تحت الجبل، وانا قضيت فتره طويله الى ان صار الليل، كيف ارجع؟ المهم اخذ السياره، والله والامطار غزيره بشكل مو طبيعي، انا وفي السياره، طبعا هو طلب مضاعف لان قال انا راح ارجع ليل هذا، يعني وراح ارجع واحد، قلت له مشكله، قلت هسه هذا الشخص لو الان اغتالني، لو قتلني، لو انه بباله انه انا جاي اجنبي، فانا اكيد عندي يعني اموال، لانه هم في لاوس يعتقدون كل اجنبي هو مليونير، هذه قاعده. اي 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 انا لما كنت الان ما اعرف، بس اتحدث لك بال 2009 و10 8 9 10 11 يعني، وهكذا عشت مع كل هاي المجموعات، وكان الناس اللي معي يستغربون كيف أنا أجلس مع الفلاحين ومع الكسبة وأقيم علاقات وأنا لا أعرف لغتهم. لماذا؟ لأن هم لا يعرفون الإنجليزية، بل هم بعضهم لا يعرف حتى لغة الوطنية، لأن هو عايش في الجبال لا يخرج منها. أنا ما منتبه للمسألة، لما بدأوا الناس يتحدثون معي بهذا الأمر تأملت. صحيح أنا لليوم يعني أسأل نفسي، أقول أنا كيف؟ إلا هو الحس الإنساني، حبك للناس وإيماني بالتنوع، لكن هذا إيماني العظيم بالتنوع لا يمكن أن يسمح لي أترك الآخر أن يفتري علي ويؤسس لحضارة وتاريخ عمره 6500 سنة. يعني راح نسوي حلقة، راح نسوي على هاي المغامرات في العالم، يعني سوينا حلقة الأغرب ما شاهدته في العالم، يعني دول العالم. فهسه النقاط اللي تذكرت لي اللي قلتهن
هسه تذكرت قلت ان التاريخ ما زال غامضا والعرب لا. التفريق في المصطلحات اول شيء التفريق بالمصطلحات نعم. الفرق بين القوميه والاثنيه والعرق، التفريق بين مصطلحي الكتابه والتدوين، الفرق بين مصطلحي اللغه الام واللغه الاولى، وانا اعتقد اول من ذكر هذه المسائل لانني الحقيقه لم اقرا لا بالانجليزيه ولا بالعربيه هذا الموضوع اي الثلاثه بهاي الدقه يعني، فانا افرق بين اللغه الاولى واللغه الام و اللغه العربيه من هي اللغه العربيه؟ لا ساعطيك مثال نعم. اللغه الام واللغه الاولى بالنسبه مثلا جان دمو وسرغون بولس باعتبارك شاعر باعتبار ان اثنيننا شعراء نعم. جان دمو وسرغون بولس لغتهم سريانيه تحدثون السورث وبالانجليزيه اللغات الاوروبيه السريك، لكن هم لغتهم الاولى وليس الثانيه ابدا، لغتهم الاولى هي العربيه. لماذا؟ لان اللغه التي ميزه اللغه الاولى عن اللغه الثانيه شنو؟ اللغه الثانيه من النادر ان تكتب بها شعرا، ممكن تكتب بها بحوث ودراسات وتالف لكن ما تكتب بها شعر صح. واول نموذج لهذا هو عمر الخيام الذي كتب شعره بالفارسيه بينما مؤلفاته النثريه بالعربيه صح. هذا هو جان دمو سرغون بولس كتبوا كل شيء بالعربيه لانها لغتهم الاولى وليس اللغه الثانيه. اللغة الأم هي السريانية، اللغة العربية هي اللغة الأولى نعم. هذه مهمة، وهذه الطبيعة تجدها عند جميع الذين يكتبون الشعر. لا يمكن أن تكتب شعرا وتجيد وتصبح تقصد اللغة الأم هي الأساس والذيش اللغة الأولى موضوع آخر. أنا وإنت لغتنا الأم والأولى واحدة هي صح. العربية نعم. إحنا نكتب باللغة الأم واللغة الأولى نفسها ما عدنا هذا، لكن سرغون بولس وجان دمو وطبعا كثيرين آخرين يعني كل الذين يكتبون الشعر، يا أخي عظمة بالشعر شيء مهم. الشعر من النادر أن تكتب به، نادر. هاي حالات فردية، ما لي أنا لا أتحدث عن حالات فردية يعني مثل ما تفضلت أنت حضرتك باللغة باللغتين الأردية والعبرية نعم. رغم اللغة العبرية بها مميزات أخرى أنا ما يرد لها يعني كلام نص ساعة يا الله واحد. لكن الشعر نادر جدا نادر من كتب الشعر من لغته الأولى والأم مثلا الفرنسية وكتب بالألمانية، أو لغته الأولى والأم العربية وكتب. والدليل سأعطيك مثالا يعني سرغون بولس سنة 67 عمره 23 سنة غادر العراق، يعني عمره عفوا هو ولد بالحبانية 6 سنين عمره إلى كركوك، بكركوك درس اللغة العربية والإنجليزية اثنينهن بنفس المستوى وكان ممتاز بيهن، لكن وغادر سنة 67 إلى بيروت سنة 69 عمره 25 سنة غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2007 لم يكتب شعرا بالإنجليزية لا. لأن بقت الإنجليزية بكل القوة الهائلة اللي عنده بيها هي لغة ثانية وليس لغة أولى، أو على الأقل هي لغة لم تصل عند سرغون بولس الى اللغه مستوى اللغه الاولى. هذا ما علاقته بموضوعنا؟ هذا الى علاقه بالهويه نعم، لاننا نحن اقول لك حتى اكون واضح، هذه وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والكذا جعلتني اقرا الكثير، ولانني انا حقيقه لا اعمل يعني منذ سنوات، وانا عملت يعني 6 أعوام في نيوزيلندا، و يعني لان كنت يعني هذه علمتني صدقني انا لم اعمل كما قلت لك اعمل بال يعني بضريبه، اعطوني اقل راتب سنه ونص مجانا، وتالمت قلت يعني انك تكون انسانا نظيفا لا تعمل بالطريقه غير الشرعيه وبدون دفع ضرائب وكذا وما يسمى نقدا. المهم وراها اختلفت الامور لظرف معين اضطرينا يعني نغادر نيوزيلندا. هاي السنوات أنا كنت أقرأ هناك، بس هاي السنوات منحتني فرصة عظيمة أنني أتفرغ للقراءة وللبحث وفضلا مراجعة المواقع والصحف، فاكتشفت هناك كثير من الأشياء اللي تحولت إلى أشبه بالمقدس. عندما تتحدث رأسا تتهم، اكتشفت أن الناس تخلط بين الأشياء،
ان الناس تفتي بالتاريخ بدون علم، ان الناس تفتي حتى بعلم الاناثه الانثروبولوجي وغيرها. عدم الاحترام هذا التنوع الذي في المنطقه، ليس انا لا اتحدث عن العراق، في المنطقه، وهذه حاله عجيبه وغريبه صايره في المنطقه كلها طبعا، وكان ليس بيننا تاريخا جميلا من التزاوج. نركز على التاريخ الدموي لطغاتنا ومستبدينا الذين إذا عدلوا بشيء فإنهم عدلوا بالظلم، ظلموا الجميع. هي صراعات لا تنتهي يعني. فلذلك عندما نفرق بين الكتابة والتدوين وبين اللغة الأولى واللغة الأم وبين حتى تنحل إشكالية، ما هي الإشكالية التي نحلها في اللغة الأولى واللغة الأم؟ ما هي؟ أبسط مثال أن اللغة الحضارة العربية الإسلامية متهمة، هو متهم هو بالمناسبة هو مكسب، شوف كيف نحول. نعم. مكسب إن معظم مثقفيها ليسوا من العرب. نعم. وإن معظم نحويها ولغويها ليسوا من العرب. في الحقيقة هذا مكسب كبير، لكن حولوه. عندما نفرق بين الكتابة اللغة الأولى واللغة الأم ستنحل الكثير من المشاكل، لأن كثير من الناس فعلا كانوا من أرومة غير عربية ولكنهم نشأوا بمنطقة عربية في معظم حياتهم، دراستهم، بحثهم، كذا. وهذا ما نراه اليوم، وأنت تعلم في هولندا أننا أبناء المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا، بما في ذلك من وصل منهم وهو في العاشرة من عمره وفي الثانية، بل حتى من وصل وهو في السادسة عشرة من عمره، ونعرف ناس وصلوا إلى هذه البلدان وهو في هذا العمر، يا أخي أصبحت اللغة الإنجليزية أو الهولندية أو الألمانية أو السويدية هي اللغة الأولى، هي اللغة التي يكتب بها ويجد نفسه فيها. هذا ما ممكن تجي بعد سنوات تقول إن الإنجليزية معظم كتابها من غير الإنجليز، أو الإسبانية معظم كتابها من غير الإسبان، لأنه والله ماركيز وبورخيس هذا كلام غير علمي. لذلك حاولت في هذا الكتاب أن أحل أتناول بعض هذه الإشكاليات التي أراها من وجهة نظري، وهو اجتهاد كما تعلم، هو أنا أقوله اجتهاد فردي عن تجربة وعن قراءة، لكن لا يعني إن ما قلته وما أقوله هو شيء مقدس، هو يستحق، هو كلام عن خبرة وتجربة وقراءة وتأمل، قابل طبعا للخطأ وقابل للصواب، لكني أرى إن حل هذه الإشكاليات يحل الكثير من الأخطاء. بالتأكيد. مثلا أنت عندك جملة قلت إنه أتراك العرب وعرب اليوم لا علاقة لهم بالعرب والأتراك القدماء. العرب هو كل اللغات، كل اللغات العظيمة اللي أنجبت تراث ضخم عمره يزيد قوميات كأجناس يعني. إيه إيه تتحول إلى ثقافية يعني. من إثنية العرب قبل الإسلام وحتى القرن السابع الميلادي أو هذا قبل بناء بغداد، هم يعني قبل عام خلينا نقول 700 ميلادية قبل القرن الثامن، هم إثنية عربية إثنية موجودة، وكما يسمى أعتقد إثنوس. بعد بناء بغداد لا، الأمر تغير كبير جدا جدا، وكان بمرور الزمن يزداد هذا التغير إلى أن تحولوا بعد مرور يعني في القرن التاسع الميلادي عشر إلى ثقافة. طبعا ثقافة، لكن أكيد بالقرن الحادي عشر ثقافة أكبر، القرن الثالث عشر ثقافة أكبر، وهكذا. ليش تحولت ثقافة؟ بسبب قرار كلما ازداد التنوع، كلما ازداد التزاوج، كلما ازداد الذين يكتبون بها والكفاءات. كان الموالي، كان هناك عرب وموالي، فكان لا يتزوجون، يعتبرون عبيد يعني. لا لا اسمح لي، انا ما اتحدث عن الناحيه السياسيه، انا اتحدث عن الناحيه الثقافيه، ما لي علاقه بالسياسيه. لا. يعني الفرس كانوا اثنيه الفرس. نعم. لانه الفرس لم يستطيعوا بامبراطورياتهم كانت أشبه بالشفاهية وليس تدوينية، ولذلك لم يتحولوا إلى 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 أمة، إلى إلى قومية بعد مراحلها كما حدث مع اليونانيين، وبعد اليونانيين كما قلت اللاتينيين، وكاد يكون السريان، ولكن حدث حدثين خلال 350 سنة، اللي هو الحدث الأول اعتناق المسيحية، والحدث الثاني هو ظهور الإسلام في القرن السابع وراء حوالي 360 سنة. هذا غير الأمر
على السريان فصارت العربية. لكن بعد القرن الحادي عشر وبعد القرن الثاني عشر بالذات تحول الفرس والأتراك إلى قوميات عالية ثقافية أنجبت عظماء مو فقط للغاتها بل حتى لنا. يعني من منا لا يحب جمال الدين الرومي وعمر الخيام وشيرازي؟ أسماء مذهلة. هو حتى واحد يفكر اشتباكات هذه المتعددة. هي يعني اشتباكات تسببت ب يعني حتى أدباء كما قلت لك يعني إنه هذه الذي ذكر يخلطون بين العرب والمغول. لا يمكن أن تخلط يا عزيزي بين العرب والمغول مطلقا. يعني المغول ما أسسوا لنا مدن مثل بغداد والقيروان والبصرة حقيقة. يعني أنا قصدي بعد مجيئهم بـ200 سنة، أنا ما أقصد بعد مجيئهم بـ5 سنين أو 50 سنة. لأن أنت لما تذهب إلى القرن الثالث عشر الرابع عشر الميلادي والقرن الخامس عشر الميلادي حقيقة مناطقنا مناطق بائسة جدا. مناطق اللي دي هذا إحنا بالعراق، العراق أسوأ فترات ظلمات اللي مر بيها هي ما بعد عام 1258 ميلادية إلى القرن السادس عشر بدأ يخرج من هذه الشرنقة رويدا رويدا. يعني أي نعم يعني عندي سؤال. أي عندي سؤال مثلا يقول لك أنت موضوع تقول الأقليات في العراق انه تدخل بين العرب هم قبل هاي الاقليه، يعني العرب قبل اليهود وقبل المسيحيين السريان والارمن لا السريان بشكل عام وما من يسمون بالاشوريين يعني اللي هي التسميه بها اشكالات ايضا. يعني العراق كان فاضي يعني شنو يعني لا, لا 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 شوف اقول لك امر العراق، امر العراق لم يكن احادي اللغه والدين والمذهب والعقيده مثل كل المناطق الحضريه بالعالم. لا متفقون اليهود، اليهود هم اجوا بالقرن لا لا هجرات لاحقه على العرب وليس سابقا. لا لا بس اسمع انا لا اسمع يهود اليوم، يهود اليوم وسريان اليوم، وسريان اليوم وغيرهم ليس جزء كبير منهم دخل بعد الاسلام، وليس جميعهم 100% أو حتى 80% أو حتى 70% يعيشون في العراق بحدوده الحالية قبل الإسلام بقرون. هذا اللي أقوله حتى أكون واضح. يعني واضح لماذا؟ لأن بعد الإسلام صار قبل الإسلام عفوا قبل الإسلام وأنا أقرأ عن الهجرات وإذا بهجرات سريانية دخلت للعراق. هؤلاء اللي كانوا يعانون من الاضطهاد في على يد البيزنطيين اللي هم النصاطرة، فعدد من النصاطرة جاءوا من مناطق خارج حدود العراق اليوم. اسمح لي أنا حتى دقيق، وليس العراق التاريخي وليس وادي الرافدين، وإنما العراق اليوم بحدوده الحالية دخلوا من أعالي دجلة والفرات ومن مناطق غرب الفرات في الأعالي، يعني في أعالي غرب أعالي غرب الفرات دخلوا نصاطرة ومن العمق التركي اليوم هروبا من البيزنطيين إلى سنة. العراق. هذه الاضطهادات اللي صارت في القرن الرابع. هي ما الشهداء، الشهداء مشهورة. دولة لا دولة تحكي عليهم الأربعين اللي 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 ذبحوهم الساسانيين. هاي الساسانيين. هاي الساسانيين. لا لا هاي الساسانيين. هذا الاضطهاد الأربعيني. لكن أنا أتحدث عن الذين جاءوا من تلك المناطق إلى العراق بحدوده الحالية هربا لأن العراق كان تحت الاحتلال السرياني. المهم التاريخ، التاريخ القرن الرابع. هذا في القرن الرابع والخامس صارت. بس لما تجي على التاريخ تجد أنه المسيح كنيسة التكريت، كنائس في شمال العراق، تلكيف قريبة جدا، أوائل كنائس حران هي أن تعتبر يعني منطقة عراقية سورية، الرها، أورفة. طبعا النجف نفسه كوفه. عزيزي اولا نفرق بين بس اسمح لي نفرق بين المسيحيه وبين السريان. هاي واحد اكو هناك قبائل عربيه وهناك سريان، ولم يخلو العراق من السريان، ولا ازعم بان السريان 100% دخلوا بعد الاسلام مطلقا مطلقا، لكن اقول لك هنالك او بابل أنا أرفض أن يكون السريان 100% أي 99 فارزة 99% منهم ولدوا موجودين في العراق بحدود الحالية قبل الميلاد. هذه أولا. اليهود نفس الشيء، هناك يهود موجودين في العراق قبل الميلاد
وقبل الإسلام بقرون، وهناك يهود دخلوا. الحديث عن هجرات يهودية وسريانية وغير عربية إسلامية للعراق لا يعني عدم وجودهم التاريخي في العراق لقرون طويلة. إذن ما أهمية هذا الكلام؟ شلون؟ ما أهمية هذا الكشف يعني؟ يعني موجود هذا الكشف إنه الحديث أننا كنا مهاجرين. أنت لا تكتب بأن الجميع يعيشون في العراق قبل العرب. أنت لما تقول الجميع يعيشون في العراق قبل العرب ما ممكن، يعني من 80 ألف سرياني دخلوا في الحرب العالمية الأولى وما بعدها 80 ألف سرياني. نعم. هذا عدد خرافي طبعا، وهناك هجرات طبعا في مجازر صارت في أهالي دجلة والفرات في عام 1912 و1900 أعتقد 11 8 المتأكد منها 12 و8 و5 و1895 وفي أربعينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر هجرات صارت نتيجة مجازر حدثت في أهالي دجلة والفرات. الهجرات لم تتوقف. اللي أقوله نعم جميعنا سكان هذه الأرض، لا يوجد سكان أصليين، لأنه عندما تقول وجود سكان أصليين هناك سكان طارئين، وما ممكن تعتبر الآخرين وأنت مثلا 5% أو 2% أو 10% أو 30% طارئين، ما يصير هذا الكلام. هاي واحدة. الذي لديه تراث عريق يمتد عند مئات الأعلام بهذا البلد موجودين قبل أكثر من قبل الحرب العالمية الأولى بأكثر من ألف سنة، ما ممكن يا أخي تعتبره التطارئ هذا، ما ممكن يعني خصوصا 1200 سنة. يعني يا أخي بغداد تأسست سنة 762 ميلادية، يعني يعني 1200 سنة على تأسيس بغداد تعتبر الآخر طارئ؟ هذه ضد الأطروحات. أما التنوع موجود، الهجرات كلها موجودة. العرب تدخل لي ليش السريان؟ سأقول لك عن العرب. العرب اليوم بلا مبالغة أقول لك أغلب عرب العراق اليوم هم دخلوا بعد المغول، مو بعد الإسلام، نسبة كبيرة منهم بالملايين. أنا أتحدث لك عن ملايين، الجبور وعنزة وشمر ودليم وغيرهم دول دخلوا قبائل كثيرة عربية. يقول لك إنه العرب الأصلاء هم فقط بني الشيبان بالعراق. أي بني شيبان موجودين قبل لا هو مو بس بني شيبان، التغالبة موجودين حقيقة، البكريين موجودين الكذا، بس هو حتى هاي القبائل نفسها. يعني بني أسد، ليش هو بني أسد اللي دفنوا الحسين وكان موجودين لما جاءهم الحسين، وإحنا نتحدث بداية الإسلام كانت مناطقهم بكربلة، ليش هم نفسهم اليوم مثلا يعني تدري تقنعني هم هؤلاء بني أسد جميعهم؟ أقصد جميعهم، أنا لا أقصد جزء منهم، لا أنا أتحدث عن الإطلاق لا تطلق. ليس جميع اليهود بالعراق. عندنا إشكال مع العرب الآن صار عندنا. ليش؟ مو إحنا الآن هي زبلة الموضوع يقول التباس إنه العرب غبنا حقهم من قبل الأطراف اليسارية. فطلع أيضا العرب بهم مشكلات يعني. فإذا أين الخطأ يعني؟ عزيزي في الكتاب أكو فصل عن الصراع القومي واليساري، يعني القوميين العرب حزب البعث. نعم. الصراع واليسار العراقي. وأذكر فيه ليش قلت لك أنا هذا الشخص صديقي وأنا والله احترمه. يعني أنت تخيل أنا هذا الكتاب، تعرف الكتاب عندما لا تدفع به يعطيك الناشر 20 نسخة، فيجب أن ما تستطيع أنت يعني تعطي لكل الأشخاص. صدقني ذهبت له إلى البيت، وأنا لا أعلم صديق كان معي، إلى بيته، وبيته ليس في مدينتي، في مدينة أخرى، ومع ذلك لم يتحدث معي، لأن في هذا الكتاب أتحدث. يعني هو أنا متأكد لو سألته، لأن مرة قال لي أنت تقسو على القوميين العرب. قلت له هذا الكلام سمعته من اليساريين، وهناك من الشيوعيين صار يكرهني ويؤلف حتى تبلى علي. صدقا أقول لك هناك من تبلى علي وأنا لم أقل، قولني بما لم أقل. يعني يا أخي شيوعي كبير بالعمر ورجل كبير فوق إيه؟ 70 عمره إيه. حديث شيق يعني، بس هو أنا حتى القصد هذا الكتاب مثلما يقول إن الهجرات، إن هناك هجرات سريانية ويهودية وغير عربية إسلامية للعراق تمت بعد سقوط الأندلس وبعد سقوط بغداد والقسم الأكبر طبعا بعد الفتح الإسلامي وبعد يعني القرن السابع بناء بالذات بناء البصرة وبناء المدينة الكوفة وبغداد بالذات التي جاءها ناس من كثير.
فإن العرب أنفسهم يعيشون في العراق منذ الألف الأول قبل الميلاد، ولكن عرب اليوم، عرب اليوم ملايين منهم دخلوا بعد سقوط الأندلس، ملايين ملايين، أنا أتحدث ولا أتحدث عن آلاف، صدقا أقول لك ملايين من العرب اليوم، قد يكون ست ملايين لا أستطيع أن أجزم، ولكن ليش على شوف هذه المنطقة هي منطقة حركة، هذه اللي المجهولة عند كثير من الناس. هاي المنطقة اليوم العراق وسوريا والأردن وفلسطين مع الحجاز ونجد إلها علاقة، هاي حركة القبائل بهذه الطريقة تدور. لكن القبائل عندما تجد ضعفا في السلطات ماذا تفعل؟ لا تكتفي بأنها تعيش بعيدا عن المدن على ما يسمونه هو الربيع أي العشب نتيجة الأمطار، وإنما يقتربون من الأنهار ومن المدن عندما تضعف الدولة. فبعد الغزو المغولي ضعفت الدولة فبدأ، بعد تيمور لانك ضعفت جدا، إجا بين الدولتين الخروف الأسود والخروف الأبيض ضعفت الدولة. المرحلة الانتقالية ما بين دولة الخروف الأبيض والعثمانيين ضعفت الدولة. فترة من الفترات صار صراع حاد جدا بين الصفويين وبين العثمانيين، الدولة ما ركزت على المنطقة الغربية من العراق، صار التركيز وين؟ على المنطقة الشرقية، أي على دجلة، على أي على دجلة وليس على الفرات. فجاءوا، هذه هي طبيعة التحرك البدوي، ونفس الشيء التحرك من الجبال أيمن كان يأتينا. بس ملايين؟ كيف؟ ملايين؟ طبعاً هم البدو أنت صاروا ملايين. كيف؟ ملايين يعني البدو؟ لا، تحولوا إلى مدن، عاشوا بالمدن وصاروا أبناء مدن طبعاً، أبناء أحفادهم اليوم. بس قصدي يعني إحنا عندنا أصدقاء، أنتوا عندكم شمر في الشطرة، نعم. ومنهم صديقنا أكيد ما أدري إذا عندك علاقة به، الدكتور حازم هاشم، نعم. هو شاعر وأستاذ في جامعة ديقار، هو نفس الرجل اللي يعني حتى كنا نتحدث قال لي فعلا كلامك مرة يعني ذكرني وقال لي تأييد الكلامك، إحنا شمر جينا في القرن السابع عشر بالألف وستمية دخلنا قسم وانتشرنا على امتداد الفرات إلى سوريا. فهذه المسألة، وشمر كبيرة، وإحنا القبائل يعني شمر وجبور حقيقة هاي قبائل كبيرة، قبائل جدا كبيرة. وأنا عندي مرة عملت بحث بس ما كملته يعني بداياته حول ديوان الأخطل الكبير وعن ذكره للأماكن في العراق وفي سوريا. يا أخي هذا اكتشفت أنه هو مثلا عنده قصيدة يفخر بها ويذكر هاي الأماكن، أنه وجود تغلب. وطبعا الأخطل مولود سنة 40 هجرية، يذكر أن تغلب، وتغلب موجودة قبل الإسلام في العراق، يذكرهم هاي كل مناطقهم يذكرها من أعالي دجلة والفرات إلى الجنوب بطريقة عجيبة يعني. ولا هاي ديارنا هنا إحنا، هو يتباهى يعني ظاهر ما ضد الفرزدق هاي كذا ما ذكر، بس هو لأن أنا كنت مركز، ما لي علاقة بالموضوع، أنا مركز الأمكنة أسجلهن كبداية ما كوب يعني الخطوات الأولى للبحث، طبعا حضرتك تعرفها وكل الباحثين يعرفوها. فالقصد لكن إحنا طبعا كثير من الناس، احنا عندنا في كربلاء راح اقول لك شغله، جاؤونا ناس في الخمسينيات، في الخمسينيات كنا نصيح لهم المعدان، جاؤوا لنا الان احفادهم كربلائيين قح، ولا ما له تربط اي تربط علاقه بالاهوار ابدا. ليش؟ لانه اللي اجوا هم بدايه الخمسينيات، اللي ولدوا بالمنتصف الخمسينيات صار عندهم اطفال بالسبعينيات، اغلبهم يتزوجون عمره 20 22 سنه زين، الآن مواليد التسعينيات أولادهم عمره 23 سنة 25. نعم نعم كربلائي هذا لما يتحدث، تتخيل، تخيل بعضهم، قد تستغرب هذه المفارقة، بعضهم يعني يتحدث عن القادمين اليوم اللي قدموا أيضا من نفس مناطقهم، مناطق جدة، مناطق أجدادهم يعني جده الأول، قدموا إلى كربلاء بعد 2003، هو نفسه مثل الكربلائي الجد جد جد يعني مثلنا احنا تعال عليهم. اي هؤلاء المعدان اجوا خربوا كربلاء. هذا الصراع بالمناسبه، الصراع المديني الريفي الريفي موجود جدا يعني. وفي الحقيقه انا سعيت في هذا الكتاب بصراحه، انه
أشير دائما إلى التنوع وإلى أن نحن اختلاط وأن الصراعات طبيعية جدا، وهذه الصراعات يجب أن لا تجعلنا نضخمها، لأنه أنا وجدت هذه الصراعات موجودة في اليابان بين اليابانيين أنفسهم بين الأديان، وجدتها في كل مكان، الصراعات الدينية والمذهبية والقومية والمناطقية موجودة في كل مكان وفي كل الدول، ولا وجود لدولة بالكرة الأرضية، أقصد الدول المهمة والكبيرة والنفوس يزيد عن خصوصاً 20 مليون و 30 مليون، هي أحادية الدين والمذهب والعقيدة والقومية والإثنية والعرق أبداً. يعني إحنا حقيقة خليط، وأتمنى من كل شخص أن يتوخى الدقة في كتابته ولا يخلط ولا يعني هذا الخلط التاريخي بدون معرفة. وأنا نوبات أسأل يعني واحد خبير اقتصادي وأكاديمي كيف يخطأ هذا الخطأ، يعني ربما لأن أنا أجل يعني أنظر باحترام للدكتور عصام الخفاجي. كل واحد وتوجهاته وعواطفه وانفعالاته يعني. عموما أنا أشكرك جدا أستاذ باسم، والحديث وياك شيخ جدا، وأكيد يعني الموضوع ذو شجون وشؤون لا وطبعا هي محاولة، أنا كما قلت وأنا قد والإنسان يخطئ ويصيب يعني. لا أنا هذا الموضوع شيخ جدا وكثير التفاصيل يعني بعيد هو جدا إيه يعني تشعب الموضوع بشكل غير لا نهائي. بس أنا كنت سعيد إنه ضافت لي أشياء جديدة، معلومات جديدة ما كانت عندي فكرة عنها، وأكيد إحنا راح نتواصل بقضية الرحلات، نسوي حلقة عنها إذا التراب، وأيضا حلقة عن أبو نعيد أيضا حاب يشارك به. وأشكر، تحب تضيف شيء أو تقول كلمة نهاية؟ أولا أنا أشكرك وأشكر المشاهدين، وفقط أنا أؤكد أن ما كتبته هو قراءات وتجربة واجتهادات قابلة للخطأ وللصواب، ولا أزعم أن الحقيقة بيدي، وأبقى أؤمن بحقيقة وليس مجاملة أو هاي، أنا صدقا أقولها، إذا كنت أؤمن بأمر فأنا تلميذ أتعلم يوميا، وأؤمن أن الجميع هم أساتذتي، وأن الجميع لديهم ما ليس لدي، وأنا لا، وكل إنسان ممكن أن أستفيد منه وينور لي ولو خطوة واحدة من هذا الطريق الطويل، طريق المعرفة وطريق الثقافة وطريق المحبة. ونبقى يكفي أن في داخلي صدقا أقول عندما كتبت هذا الكتاب هو دفاعا عن الإنسان من حيث إنسان، وأن لا تقتله الإيديولوجيات، والتأكيد على أن التنوع ثراء، وأن إذا كانت اللغة العربية، الهوية العربية الإسلامية في العراق هي النهر، فإن الهويات الأخرى لغوية ودينية ومذهبية هي الروافد، وإن النهر بدون روافده يجف ويصبح جدولا صغيرا. فلذلك على عندما أدافع عن الهوية العربية الإسلامية في العراق أقول هذه الهوية لا قيمة، ضعيفة، وهي جدول صغير بدون هذه الروافد العظيمة التي رفضتها وما زالت ترفضها بهذا الثراء، إن كان في العراق أو في مصر أو في سوريا أو في أي بلد في العالم. فلا قيمة للنهر بدون الروافد، والروافد علينا بالروافد، وعلينا أن نحترم هذه الروافد، لا أن نمجدها بل أن نقرأها قراءة واعية إنسانية، ونحلل ونفككها، لأنهم ليسوا هم ضحايا ونحن ضحايا، وأن الجميع عانى من سلطاتنا وأنظمتنا. فواجبنا الأخلاقي أن ندعو إلى المحبة وإلى التنوع، وإلى أن لكي نعيش على الأقل أجيالنا القادمة تعيش بسلام وبمحبة بدون عنتريات الأيديولوجيات، هذا الذي يريدنا أن نكون بستانا لقريش. وأن العراقيين، ربما سمعت حضرتك مشاريع استشهاد عزة الدوري، هذا الكلام يمكن بال 2001-2002 يعني قبل الحرب بمدة وجيزة، والله أنا قرأت له أن العراقيين مشاريع استشهاد في سبيل قضايا الأمة العربية. ليش يا أخي؟ مع احترامي للعرب واحترامي للأمة العربية واحترامي واعتزازي الكبير بفلسطين، لكن أنت بكيفك يعني مشاريع استشهاد؟ ليش ما نبني بلد حتى يحلل، حتى يدعي أنه هو يشتغل؟ أي لا، يعني أنا مو ضد عدم، بالمناسبة أنا مؤمن إيمان مطلق بالتعاون العربي، لأن يعني هذا شفته بالعالم الإنجليزي. العالم الإنجليزي هذه ما أريد أدخل بتفاصيل، لكن صدقني هناك تعاون مذهل بين بريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، مذهل تعاون، يعني حتى بالاقتصاد بالتجارة، رخص المكالمات الهاتفية، رخص أشياء هائلة بيناتهم، يعني
حتى التذاكر هاي البلدان أرخص من بلدان أخرى، لكن كل بلد يا أخي من هاي البلدان لهم خصوصيتهم. ما ممكن واحد بنيوزلندا يقف ويقول إحنا مشاريع استشهاد للبريطانيا والولايات المتحدة. يعني إحنا صح. إحنا هاي الإيديولوجيات خلت الطرف الآخر شركاء الوطن الرائعين اللي دائما أثروا العراق إنه يشعر نفسه بالغربة، قتلوا هذه الروح المواطنة عنده، قتلوا الروح المواطنة عند الجميع. هذه أو إنه العراق وطن اصطنعه الإنجليز، هذه الإيديولوجيات وهذه هذا التطرف في الطرح هو كارثي، وهو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا. إحنا يعني حديث شيق وأكيد راح نتواصل. وأشكر حضورك وتشرفت جدا، وأنتظر من الأصدقاء ملاحظاتهم وتعقيباتهم وآرائهم. فشكرا جزيلا وإلى اللقاء. مع السلامة. شكرا جزيلا. شكرا.